إلا أسمع الشرطة يا جماعة الخير مرة لم بيتنا مسرعة. إن في مخترق اخترق هذا المقر الكبير وهو بأعلى حرفيا سمات الأمان في الشركات حول العالم. السلام عليكم، مساء الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. يا أخي أنت اللي قاعد تشوفني الآن، يا أخي الله يسعدك سعادة ما بعدها سعادة، وإني دائما أدعي لك وأقول يا الله يا رب الجبال الراسية والعباد العاصية والقلوب القاسية، إنه يسخر لك ملائكة في السماء وجنودا في الأرض. يا أخي الله يسعدكم على الشيء اللي قاعدين تسوونه من ناحية الكومنتات الإيجابية والكلام الجميل اللي قاعد أشوفه في الكومنتات، أو من ضغطك على زر اللايك والاشتراك في القناة. يوتيوب يا جماعة الخير في آخر أسبوع قاعد يعطيني تحديثات إن إحنا قاعدين ننتقل نقلة نوعية كبيرة. الشيء هذا قاعد يحمسني إني أصور بشكل مستمر ومتتالي. والله يا جماعة الخير إن بكرة عندي اختبار في أحد المناهج العلمية، ولكن ما أقدر حرفيا أوقف عن العمل على الشيء اللي قاعدين تسوونه. والشيء الثاني يا جماعة الخير، قصة اليوم قصة من الرتم الثقيل مرة، قصة ممكن توديك من عالم إلى عالم ثاني، والقصة هذه والله العظيم إنها قصة من الرتم الثقيل مرة. فقبل ما نبدأ في قصة اليوم لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات، ويلا خلنا نبدأ. مثل ما انتم عارفين يا جماعة الخير القصص تحكينا أشياء صارت في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل. القصص عالم جميل في هذا الكون. قصة اليوم ترجع لشخص اسمه أحمد. يقول أحمد بدت قصتي في عام 2010، وقبل ما أقول لكم قصتي خلوني أعلمكم عن ترتيب عائلتنا. عندنا يا جماعة الخير 4 بنات وولدين صغار، وأنا الولد الكبير من فئة الأولاد. أخوي الصغير اسمه قصي، بعده أنا، بعده يا جماعة الخير 4 بنات. البنت الكبيرة هذه اسمها سمية، واختي سمية بيني وبينها حاجز عمري بما يقارب يا جماعة الخير 15 سنة، وأمي وأبوي الحمد لله على قيد الحياة. عمر أبوي كان ما يقارب 64 أو 65، وعمر أمي يا جماعة الخير في عمر 52 سنة. يقول في يوم من الأيام في أحد أيام سنة 2010 كنت في ذاك اليوم في المرحلة الثانوية، وبالتحديد في صف الثاني ثانوي. يقول أحمد ذيك الأيام كانت أيام مختلفة عن الزمن اللي إنا فيه الآن، وكنت برضو من محبين يا جماعة الخير إني ألعب بالسوني أو البلايستيشن أو ألعاب الأونلاين الشائعة في 2010، وكان في لعبة اسمها كود 7 من الألعاب اللي كرسها تاريخ الألعاب في ذيك الأيام، لعبة تقدر تلعبها لفترات طويلة مرة. يقول في ذيك الأيام تعرفت على شخص اسمه سلمان داخل لعبة كود 7. يقول فكنت دائما إذا جيت أطلع من المدرسة أمر على البقالة أشتري لي كذا مفرحات بسيطة، وأروح على السوني وأنتظر سلمان هذا يرسل لي وأدخل معه. وبعدها تطورت علاقتي مع سلمان وخذيت رقمه في ذيك الأيام. بس ذيك الأيام ما كان عندي جوال وسلمان كان عنده جوال، ولكن يا جماعة الخير الشيء اللي ما تعرفونه سلمان كان في دولة جماعة الخير مختلفة عن دولة أحمد. يقول أحمد أخذت رقم جواله وخليته عندي، ولكن ما كنت في ذيك الأيام أملك جوال. المهم يا جماعة الخير يقول كنت متعود بعد ما أطلع من المدرسة أخذ لي بعض المفرحات وأنطلق للبيت وصير ألعب يا جماعة الخير بالسوني لفترات زمنية طويلة، وألعب دائما أنا وسلمان. يعني يا جماعة الخير أحمد وسلمان دو يحبون يلعبون مع بعض. يقول أحمد حياتي في المدرسة كانت حياة بسيطة مرة، وكانت الدراسة بالنسبة لي سهلة، وكنت شخص ذكي لأبعد درجة. مو أنا بس الذكي، لا، كل اللي معاي برضو كانوا أذكياء، ولكن أنا كنت متميز عنهم حرفيا بفرق واضح. فكنت الدراسة ماشي الهمها. المهم خلصت يا جماعة الخير الدراسة من الصف الثاني ثانوي، ورحت يا جماعة الخير لصف الثالث ثانوي، وبالتحديدا في 2011 في الفصل الدراسي الثاني، وأنا طالع من المدرسة متجه للبيت. المهم رحت للبيت يا جماعة الخير وفسخت الحذيان الله يكرمكم أو النعال، فتحت باب بيتنا الباب البسيط مرة وادخل على اني متجه للغرفة ابغى العب سوني. يقول لحصل في وجهي اختي سمية قاعدة تبكي اهي وامي. قلت لهم وش فيكم وش صاير؟ قالت يا احمد لا تسألنا عن اي شيء الا قالت لي اختي سمية احمد الحياة انتهت بالنسبة لنا، ما تدري وش صار. قلت وش صار؟ قالت صارت حرب موجودة في نفس دولتنا وممكن نموت في اي لحظة. قلت لها صادقة انتي؟ من جدك؟ وشلون نموت؟ وكيف صار ذا كله؟ قالت يا أحمد من أول الموضوع زي كذا، ولكن الآن الموضوع هذا تفاقم وصار قوي مرة. يقول أحمد أنا ما عرفت وش أقول لها ولا عرفت أتصرف، أمي وأختي يبكون ولا أدري وش أسوي. طلعت يا جماعة الخير مباشرة لين غرفة أبوي وطق الباب على أبوي وافتحه، إلا أبوي جالس على السرير وكان قاعد يصلي. انتظرت لين خلص صلاته وقلت له يبا صدق الكلام اللي قاعد تقوله أختي سمية؟ قال لي يا أحمد إيه نعم صدق الكلام.
الكلام اللي قاعد تقوله أختك، ولكن بإذن الله أني أحصل طريقة وأطلعكم من هذا كله. المهم يقول أحمد تلخبطت علي الأوراق وما أدري وش أسوي، طلعت من غرفة أبوي ورحت غرفتي وجيت أبغى ألعب بالسوني عشان أقول ميت خويي سلمان إن عندنا صارت حرب، وأقول لهذا الشيء لأني دائما أعطيه الأشياء اللي تصير في يومي وهو يعطيني الأشياء اللي تصير في يومه. اللي يا جماعة الخير أبغى أشغل السوني وأشبك الإنترنت إلا صار الإنترنت مقطوع ولا أدري من اللي فاصله، وانزل مباشرة وأسأل أختي سمية. قلت لها سمية الإنترنت ليه مفصول؟ قالت لي يا أحمد الدولة فصلت الإنترنت وقريبا راح يفصلون الكهرب، لازم نطلع من ذا المكان في أقرب وقت. يقول أحمد نظرت في أختي سمية وحسيت إن الموضوع حقيقي وإن الموضوع فيه حياة وموت. المهم يا جماعة خير لحظات اللي جاء أبوي وقال ما عاد في دراسة يا أحمد ولازم توقف دراستك أنت وأخوك قصي، وبإذن الله أنا كلمت رجال وإن شاء الله الرجال هذا راح يساعدنا، وقال لي يومين أو ثلاثة أيام وراح يتواصل معي. قلت له يبوش بنسوي وين بنروح؟ قال لي بإذن الله راح تعرفون كل شيء بعدين، ولكن الآن خل الرجال يرد، وإذا رد الرجال هذا راح نترك دولتنا ونروح لدولة ثانية نعيش فيها. صدق يا جماعة خير بعد ما قال أبوي ذا الكلام رحت يا جماعة خير وحطيت راسي على المخدة ونمت، وصحيت اليوم الثاني وعلى طول فتحت باب غرفتي أدور هل أهلي حيين أو ميتين، لأن يا جماعة خير عقلي على طول خزن إن الحرب يا حياة أو موت. رحت أبحث عن أختي سمية اللي حصل أختي يا جماعة الخير لابسة عبايتها وقالت لي يا أحمد تروح معي ولا لا؟ قلت لها وين بتروحين يا سمية؟ قالت أبغى أروح محلات الذهب وأبيع الذهب حقي. قلت لها سمية كل المحلات مقفلة وما في أي محل فاتح الآن. قالت لي إن شاء الله بحصل عشان أقدر أساعد أبوي بمبلغ يعينه بعدين. قلت لها يلا بخوي. وصدق يا جماعة خير طلعت مع أختي سمية وطلعنا من بيتنا واتجهنا للسوق، وكانت الأحياء حرفيا هادية ومخيفة. يقولوا إحنا ماشيين في السوق وقاعدين نبحث في محلات الذهب ما حصلنا ولا محل فاتح، ولكن يا جماعة الخير قابلنا رجال ذاك اليوم يمشي في السوق فقال نعم وش تبغون وش عندكم؟ قالت له أختي إني أنا أبغى أبيع الذهب عشان أساعد أبوي بالفلوس هذه، إذا تعرف شخص يشتري الذهب أتمنى إنك تعلم. الرجال هذا يا جماعة خير يناظر فيني ويناظر في أختي قال اسمعي يا بنت الدولة الآن عملتها راح تنهار، فأنصحك أنك أنت ما تبيعين الذهب هنا، إذا تبغين تبيعينه بيعيه بعد ما تطلعين من دولتك. إلا شوي أختي قالت لها الله يعطيك العافية وما كنت أدري في هذه المعلومة. بعدها صار يشرح لنا أن الدولة فيها حرب والحرب هذه راح تسبب بعدين انهيار في العملة، الأفضل أنك تبيعينه برا راح يجيب لك مبالغ أكثر. وصدق يا جماعة الخير ورجعنا لبيتنا وانتظرنا اليوم الموعود اللي يجي الرجال اللي بيبلغ أبوي هل هو راح يطلعنا من الدولة اللي احنا فيها أو لا. المهم يا جماعة الخير مر اليوم الأول واليوم الثاني، في اليوم الثالث إلا طلع أبوي وبشرنا وقال لنا اسمعوا يا عيالي بكرة الفجر لازم نطلع من المكان اللي احنا فيه وبنطلع من دولتنا وبنروح لدولة ثانية قريبة من عندنا، ولكن المنطقة اللي راح نقطعها يا جماعة الخير مشيا بالأقدام. يقول أحمد أول ما قال لي أبوي إن راح نقطعها أو بنمشي برجولنا لفترة طويلة تذكرت إن أبوي إنسان كبير في العمر ويصلي حرفيا على كرسي، فقلت أمي ما شاء الله يعني ربي معطيها الصحة والعافية ولكن برضو تبقى إنسانة كبيرة في العمر، الشيء هذا متعب عليهم بشكل كبير، ولكن ما باليد حيلة إلا أصبر وعلى الفجرية ننتظر الرجال هذا اللي يقول أبوي ونروح معه. المهم انتظرنا لين صلاة الفجر، على صلاة الفجر لفي شخص جاء طق الباب حق بيتنا ونادى بابو أحمد ونادى أبوي، وأبوي قال يلا يا عيالي مشينا. قلت له يبا هل أخذ أغراضي؟ قال لا تأخذ إلا ملابسك والشيء اللي راح يفيدك بعدين وبإذن الله بنشتري كل شيء قدام. المهم قلت له بإذن الله. رعنا يا جماعة الخير مع الرجال هذا، كانت معايا يا جماعة الخير سيارة كذا باص صغير وركبنا فيه وطلعنا من عند المكان اللي احنا فيه. لحظات اللي مرينا لم نقطع فيها بعض العساكر اللي يمنعون خروج المواطنين من الدولة، ولكن الرجال هذا كان يعرفهم ومضبط العلاقات معهم. لحظات اللي مشونا من النقطة هذه فأول ما مشينا إلا أبوي يقول الحمد لله عدت على خير، وطلعنا يا جماعة الخير مع طريق ترابي وقطعنا ما يقارب 3 ساعات بالسيارة. لحظات اللي الرجال هذا وقفنا وقال أبغاكم تمشون مع هذا الطريق لين تحصلون شجرة كبيرة مرة، في الشجرة هذه راح يكون في شخص هناك ينتظركم بيدلكم الطريق الثاني. يقول أحمد أنا سألت الرجال قلت له يعني كم ساعة راح نمشي؟ قال ممكن ما بين 2 ساعة إلى 4 ساعات وعلى حسب قدرتكم على التحمل للمشي. والله وصدق يا جماعة الخير ومسكنا هذا الطريق وكنا قاعدين نمشي على رجولنا، وكان هذا يا جماعة الخير الطريق هذا ترابي وبرضه صخري شوي، تعرفون الطرق الصخرية هذه ممكن تعرضك لأي زلق في أي وقت من الأوقات.
الرجال. يقول احمد: المهم مشينا انا وابوي وامي وخواتي واخوي قصي، كل العائله تحركت لين الشجره اللي وصفها لنا الرجال. المهم مرت الساعه الاولى ومرت الساعه الثانيه وريحنا شوي، وبعدها كملنا ومشينا، ومرت الساعه الثالثه والرابعه لدرجه اني اعتقدت ان احنا ضيعنا الطريق. لحد الان يا جماعه الخير ما شفت الشجره اللي قاعد يقول عنها الرجال هذا. المهم كملنا طريقنا، بعد مرور ما يقارب 6 ساعات الا حصلنا العلامه اللي قالها لنا الرجال، اللي هي عباره عن شجره، والشجره هذه كبيره مره. وصدق اول ما وصلنا هناك حصلنا ناس قاعدين ما يقارب ممكن 20 شخص او 18 شخص، وكلهم من نفس الدوله اللي احنا منها. فاول ما وصلنا لابوي يسلم عليهم ومبتسم وماخذين ابوي في الاحضان: استرح يا عم وحياك الله. وكان ذيك الايام في شباب ما انساهم لحد الان، ناس كانت اعمارهم على 28 او 30 سنه، حرفيا رجال بما تعنيه الكلمه، ما قصروا معنا بشكل كامل. وقالوا: اسمعوا، احنا كلنا راح ندخل الدوله هذه، وكلنا راح ندخل سوا باذن الله. قلنا له: طيب وش الخطه، وش تنتظرون الان؟ قال: الان ننتظر جيوب ما يقارب 8 أو 9 سيارات بتجي تاخذنا وتدخلنا للدوله الثانيه. قلنا له: غريبه، ان من اليوم قاعدين نمشي على رجولنا، هذا يقول بتجي 9 سيارات وبتاخذنا وبتوصلنا للدوله الثانيه. يقول احمد اللي ابوي سال الرجال هذا، قال: انت تعرف الاشخاص ذول اللي بيجونا؟ قال لي: نعم، كل اللي بيجونا هذول من اخوياي وربعي. ولا تشيل هم، واعتبروا ان هذه المساعده لوجه الله، واهم شيء ان احنا نطلع ونعيش حياتنا بالشكل المطلوب. المهم يا جماعه الخير، اللي فهمته ان الرجال هذا اللي قدامنا، اتوقع ان الرجال عنده علاقات حرفيا في كل مكان، وان الرجال واصل والكل يعرفه. يقول: صدق احمد لحظات ابو ممكن 50 دقيقة ساعة الا جاء الجيب الاول والجيب الثاني، وصلت ما يقارب 9 و10 جيوب، وخذونا يا جماعة الخير معهم ودخلونا لين الدولة الثانية بدون اي تفتيش وبدون اي مراقبة. دخلنا وجلسنا في الدولة الثانية هذه، وانا لحد الان افكر في سلمان خويي. تعرفون يا اخي توني صغير، والاشياء اللي قاعدة تصير لي اشياء غريبة شوي، فاكيد اني بفكر في اللعب وبفكر في سلمان خويي. كنت اقول: هل سلمان يدري الان اني انا طلعت من دولتي رايح لدولة ثانية او لا؟ وقلت برضو من الممكن ان سمع ان دولتنا راح تصير فيها حرب. المهم لحظات يا جماعة الخير لو وصلونا المنطقة، والمنطقة هذه فيها نفس الخيام البسيطة، نزلونا فيها وقالوا: ابد استريحوا، وباذن الله مع الايام راح نحصل لكم مسكن تسكنون فيه. في اليوم الثاني يقول احمد: اول ما صحيت رحت اتمشى في المخيم اللي احنا فيه، كان مخيم بسيط مرة وفي ناس كانوا على نفس عمري، فاخذت اخوي قصي معاي اللي هو اصغر مني بما يقارب 2 سنين، وصرنا نتمشى في ذاك المكان نبحث عن ناس نلعب معهم. وصدق حصلنا كذا شخص، صرنا نلعب يا جماعة الخير معهم كورة. صاروا يسولفون يقولون: ترى بيودونا من المخيم هذا لمخيم ثاني كبير مرة، وفي انارات وفي كهرب وفي اشياء كثيرة. يقول: اول ما قال لي انارات وكهرب جاء على بالي واقول: يا ليتني جايب السوني معي. نظرت في قصي اخوي، قلت له: قصي اخ، بس لو اني جايب السوني معي كان نصير نلعب عندهم هناك. اللي يا جماعة الخير قصي ناظر فيني وهو يضحك، قال لي: احمد يتوشه. قال: احمد انا جبت السوني معي، شفتك ما اخذته وحطيته في الشنطة معي وخدته. يقول احمد وصير ناظر في قصي واقول له: صادق؟ قال: والله العظيم جايبه معي في الشنطة، ترى شفتك ما اخذته حسبت انك نسيته، فاخذته معي وخدت الاسلاك وخدت كل شيء. يقول احمد استانست حرفيا وناسة غير طبيعية. قلت له: خلاص اذا انتقلنا هناك راح نلعب باذن الله، وان شاء الله نحصل انترنت نتصل فيه ونلعب سوا. الا قصي يقول لي: احمد انا اول جيم العبه. قلت له: ابد، خلاص بعطيك اول جيم وثاني جيم لي انا. وصدق يا جماعة الخير وصرنا نلعب مع ذولي ونسمع قصصهم، يقولون انهم سمعوا صوت القرصاص، وانهم سمعوا صواريخ تطيح عليهم، وانهم شافوا ناس يموتون قدامهم. فقلت لهم: الحي هذا وين اللي صار فيه هذا كله؟ قال: الحي هذا موجود في بعض المناطق اللي موجودة عندنا في الدولة. اول ما قال لي الحي هذا صار الحي بعيد عننا شوي، عرفت لو جلسنا شوي في ذاك المكان كان يا جماعة الخير جانا الدور وممكن نصير ميتين. المهم صرنا نلعب معهم لين طفشنا، ورجعنا يا جماعة الخير لين الخيمة حقتنا، وقلنا لأبوي وأمي الشيء اللي سمعناه انهم راح ينقلونا من المخيم هذا لمخيم ثاني أكبر، والمكان اللي فيه حرفيا أفضل وأجمل. إلا قالت أختي سمية بإذن الله انهم ينقلونا، لأن المخيم هذا ناقصة فيه أشياء كثيرة. وقعدنا في ذاك المكان ما يقارب 1.5 أو 2 أسابيع، إلا جانا رجال وقال: راح ناخذكم الآن من المخيم هذا إلى المخيم اللي معد لكم حرفيا، ويبعد عنكم ما يقارب 3 ساعات بالسيارة، وبيجي باص اليوم بياخذنا كلنا، ولا تنسون اغراضكم.
المهم لحظات اللي وصل الباص وركبنا معاه واتجهنا للمخيم الجديد هذا. يقول احمد كنظرة اولية وانا راكب في الباص وقاعد اشوف المخيم، قاعد اشوف الخيام جنب بعض وقاعد اشوف مولدات الكهرب الكبيرة، وبرضو كانوا حاطين ابراج الاتصالات اللي هي ابراج اتصالات مؤقتة تبث اتصال للمخيم هذا وتبث الانترنت. المهم دخلنا ووجهونا لاحد الخيام وقعدنا فيها. يقول احمد اول ما دخلت كنت ابحث عن تلفزيون يكون داخل هذا المخيم، ولكن يا جماعة الخير اني ما لقيت اي تلفزيون في ذاك المكان. وجلسنا وحطينا اغراضنا، شوي اللي ابوي قال تعال يا احمد وقصي خلنا نتمشى في المخيم اللي جنبنا ونتعرف على الناس اللي موجودين فيه. وانا قاعدين نمشي اللي ابوي عرف بعض الاشخاص اللي موجودين هنا، واخذنا الرجال هذا ودخلنا على الخيمة حقته، وكانت خيمته كبيرة شوي اكبر من الخيمة اللي احنا كنا موجودين فيها. يقول احمد اول ما دخلت وناظر يسار الا يا جماعة الخير في شاشة تلفزيون موجودة عنده. فسكت وابتسمت فقلت اكيد انهم راح يجيبوا لنا شاشة مع الايام. وصار الرجال هذا يسولف لحظات الا دخلوا ثلاثة من عياله اصغر مني يا جماعة الخير بسنة او سنتين كبر قصي اخوي. فسلموا على ابوي وسلموا علي انا وقصي وجلسوا جنبنا. لحظات اللي ابوي قال اطلعوا كلكم بقعد اسولف انا وخويي واطلعوا انتوا برا العبوا. يقول احمد اول ما طلعت برا وقابلت هذول العيال الصغار اللي كانوا موجودين في المخيم فسالتهم سؤال، قلت لهم انتوا قد لعبتوا سوني قبل او بلاي ستيشن؟ قالوا لا ما قد لعبنا وامنيتنا ان احنا نلعب. يقول احمد انا جاء في بالي اني الان اسوي معهم اتفاقيه ان احنا نستخدم الشاشه اللي عندهم ونصير نلعب فيها. قلت لهم انا عندي سوني ولكن ناقصني شاشه وانترنت، عندكم؟ قالوا ايه في انترنت في المكان هذا والاتصال ممتاز والشاشه موجوده في المخيم حقنا، اذا تبغاني اروح استاذن من ابوي ويعطينا الشاشه اللي موجوده في المخيم حقنا ونحطها في الخيمه حقتكم ونصير نلعب ابد ما عندك مشكله. قلت لهم ابد تم. قال خلاص لحظات ويروح يا جماعه خير الولد هذا ينطلق لابوه جوا الخيمه. ابو اربع دقائق اللي هو راجع من جديد وهو مستانس وقاعد حرفيا ينطط وهو مستانس مره. قال اسمع ابوي يقول ابد خذ الشاشه وروحوا العبوا. قلت له يلا مشينا نروح نفكها ونروح يا جماعه خير ونفك الشاشه من عندهم ونوديها المخيم عندنا. وقصي يا اخوي يروح يجيب السوني ونشبكه يا جماعه الخير ونشبك على الواي فاي اللي موجود في المنطقه هذيك. يقول احمد وانا قاعد اشبك السوني انا قاعد افكر في خويي سلمان. يقول مهم شبكنا السوني وخلصنا وشبكناه في الانترنت وصاروا يلعبون. لحظات جماعة الخير وناظر في الشاشة إلا حساب سلمان صار متصل وصير أرسل له انفاي إلا يا جماعة الخير ويجون علي في داخل اللعبة أسمع قاعد يتكلم، ولكن يا جماعة الخير السماعة ما جابها أخوي قصي. صرت يا جماعة الخير أكتب له في نفس الشات حق اللعبة أو في النص اللي يجي جنب اسمك بالضبط، صرت أكتب له حرفيا كلمات متقطعة، أنا بخير واموري زينة. المهم فهم سلمان إني أنا بخير واموري كويسة وفهمت هذا الشيء عن طريق الرسائل النصية المتقطعة اللي كنت استخدمها حرفيا جنب اسمي. المهم صرت العب انا وسلمان لحظات اللي جنبي يقولون خلاص عطنا نبغى نلعب، وعطيتهم اليد وصاروا يلعبون. تمرت الايام واحنا في الملجأ هذا او في الخيام هذه وننتظر الفرج القريب اللي نطلع منها ونروح لمكان ثاني. يقول احمد مرت الايام ما هي نفس الايام المعتاده اللي كنت اعيشها قبل، ومرت معها شهور وصارت اختي تشتغل لها شغل بسيط في الملجأ اللي احنا فيه. بعد مرور 9 شهور او 10 شهور الا خالي اخو امي يتواصل مع ابوي، قال اسمع يا ابو احمد انا اشتغلت على موضوعكم بعد ما كلمتني اختي وقريبا باذن الله راح اجيبكم عندي في المانيا وتعيشون حياتكم عندي. قال له ابوي ابد جزاك الله خير واحنا في انتظارك باذن الله، معروفك هذا ما راح ننساه. وصدق يا جماعه الخير ومرت الايام ومرت فيها شهور واحنا في ذاك مكان. كانت الحياة مختلفة لأبعد درجة، ما هي حياة طبيعية. عشان كذا أنا أقول يا جماعة الخير الله يعينهم ويصبرهم ويرزقهم من حيث لا يعلمون. المهم مرت الشهور إلا خالي اتصل على أبوي قال في رجال راح يجيكم بكرة وحددنا نوع السيارة واسمه، قال راح يجيكم وياخذكم من الدولة اللي أنتوا فيها وبيطلعكم بإذن الله على ألمانيا، ولكن ترى الرحلة طويلة مرة. بعد ما قال أبوي الكلام هذا جهزنا أغراضنا وجهزنا كل شيء وجهزنا شناطنا واغراضنا البسيطه اللي كنا ماخذينها. في اليوم الثاني الا وصل هذا الرجال اسمه عباس، ركبنا معاه السياره حقته وبعد طلعنا مع طرق والله ما ادري كيف طلعنا لين وصلنا يا جماعه الخير لمنطقه بحريه لازم نقطعها. وناهيكم عن المخاطر اللي واجهناها في ذيك الايام والجوع اللي مر علينا وما ادري كيف تحملناه. المهم وصلنا لين عند منطقه بحريه فقالنا لازم الان تطلعون بالطرادات او بالقوارب لين الدوله الثانيه وتحرككم باذن الله راح يكون في الليل عشان ما
احد يكشف التحركات هذه، لان احنا راح نطلع بطريقه غير نظاميه. وصدق يا جماعه الخير ركبنا الطرادات هذه لين وصلنا للدوله الثانيه. اول ما وصلنا الدوله الثانيه يا جماعه الخير خذتنا سياره ثانيه ودخلتنا على المانيا. بعد ما دخلنا على المانيا ودخلنا عند خالي وسلمنا عليه، بعد رحله دامت ما يقارب 7 أيام أو 6 أيام، قال خالي راح تجلسون عندي وباذن الله انا راح اضبط كل اوراقكم واخلي عيالك كلهم يستكملون الدراسه عندنا في المانيا. وصدق هذا اللي حصل. قام خالي الله يعطيه العافيه وجهز اوراقنا بالكامل وسجلنا في المدارس الموجوده عندنا واللي راح يتكفل بهذا كله حقوق الانسان، وكملت مرحله الثالث ثانوي هناك. المهم استمرت دراستي في هذه الدولة، وكنت يا جماعة الخير صعبة علي الدراسة بسبب اللغة اللي قاعدين يدرسوني فيها، والوضع مختلف شوي ما هو على الوضع المعتاد، ولكن الحمد لله قدرت أتخطى آخر سنة بمعدل يمشي وضعي وكويس. المهم مع دراستي هناك تعرفت على أشخاص كثيرين، وكان في شخص أنا دائما أمشي معاه، والشخص هذا يا جماعة الخير اسمه أدريان. يقول هذا أدريان شخص محترم وطيب وساكن في نفس المنطقة اللي أنا كنت ساكن فيها، فكنت أروح معاه وأرجع معاه وأقضي وقتي معاه. وهو في نفس عمري. برضو أدريان هذا ساعدني يا جماعة الخير إني أتعلم اللغة الألمانية. يقول أحمد أدريان شخص يحب يجلس على الإنترنت، والولد كذا ولد فاهم وجلساته على الكمبيوتر حرفيا بوقت طويل مرة، فأنا كنت أجي عند البيت أحصله بس جالس، بعض أحيان أجي وبعض أحيان أرجع ألعب سوني وأكلم خويي سلمان اللي في الدولة الثانية، بيكون تواصلي مع الشخصين هذولي. فكنت في يوم من الأيام أسولف سلمان وأقول له، أقول له والله تعرفت لك على واحد اسمه أدريان في الدولة اللي أنا فيها، يا أخي ياهو يجلس على الكمبيوتر بشكل كبير. إلا سلمان يقول لا يكون هاكر بس، قلت له والله من الممكن يعني، ولكن ما أتوقع يعني انه هاكر، هاكر يعني شيء صعب مره. الا سلمان يقول لي، يقول تكفى يا احمد اساله، قل له انت هاكر او لا. قلت له خلاص بكره باذن الله راح اساله واعلمك يا سلمان. المهم قعدت العب مع سلمان وخلصت وقتي شوي وطلعت، وتوجهت يا جماعه الخير البيت ادريان هذا خويي، وطق عليه الباب وادخل عليه، مرحبا ادريان. قلت له يا اخي انا عندي سؤال من اول ودي اسالك اياه. قال لي وش هو؟ قلت له يا اخي انت هاكر. يقول اول ما قلت له كذا قعد يضحك، قال لا يا اخي انا امنيتي اصير هاكر، ولكن باذن الله في المستقبل اني راح اصير هاكر والكل يعرفني. قلت له طيب هل تحس ان الشغله صعبه او سهله؟ قال والله الشغله سهله، وانا انصحك يا احمد اذا انت الان ما عندك وظيفه ولا عندك شيء تعال تعلم معاي وخلنا نتعلم سوا، وباذن الله نحن نتطور ونصير متعمقين في هذا المجال. والشيء اللي ما تعرفه يا احمد، ترى الناس اللي يشتغلون على هذه الاشياء ترى رواتبهم عاليه مره، وانا المنهج اللي قاعد ادرسه ما هو نفس المنهج اللي موجود في دولتنا، منهج حق دوله ثانيه قاعد اتعلمه. قلت له والله فكره طيبه، ولكن ما عندي جهاز كمبيوتر اتعلم عليه. قال انا عندي لابتوب، انا على الكمبيوتر حقي وانت على اللابتوب، ونصير نطبق حبه حبه ونتعلم في هذا المجال انا وياك. يقول احمد انا في البدايه والله ما كنت مقتنع، ولكن هدفي اني صدق اني اشتغل واجيب راتب واكد على اهلي واساعد امي وابوي على الوضع اللي احنا فيه، واللي حمسني اني انا ادخل مع ادريان. وصير يا جماعه الخير في كل يوم اجي عند ادريان اجلس ساعه ساعتين ونحاول نخلص بعض الاشياء ونتعلم على الكمبيوتر اكثر. الصدق انا عانيت لاني ما كنت اعرف بشكل كبير في الكمبيوتر، يعني لدرجه اول ما بديت ما اعرف وين الاعدادات موجوده فيه ولا اعرف وش اسوي فيه نهائيا. صرت اتعلم مع ادريان كل يوم على ساعه ساعتين، والصدق ما توقعت ان مستواي يتطور كل شوي، وحبه حبه يا جماعه الخير وانا اتعلم مع ادريان هذا. وطبعا رحت قلت لسلمان، قلت ان الرجال هذا اللي اسمه ادريان يطمح انه يصير هاكر وقاعد اتعلم انا اياه الفتره هذه على الكمبيوتر. وقال لي برضو سلمان انا انصحك والله يا احمد، والشيء هذا راح يوديك بعيد، وترى والله يا بتصير مشهور والكل يعرفك. يقول احمد اول ما قال لي سلمان اني انا بصير مشهور، شيء هذا دخل في قلبي وقلت لازم اتعلم هذا المجال واتعلمه بحب، لانه هو الطريق اللي راح يوصلني اللي يخلي الناس كلها تعرفني وتتكلم عني. صرت مستمر مع ادريان يا جماعه الخير ما يقارب سنه ونص وانا اتعلم انا وياه، كل يوم نتعلم شيء، مره نتعلم برمجه، مره نتعلم كيف الكودينج، مره نتعلم كيف نخترق، ومره نتعلم اشياء كثيره، وكيف برضو نستغل الثغرات، وذيك الايام برضو كنا نصنع الفيروسات ونرسلها أجهزة عشان نجربها. يقول يا جماعة الخير استمريت مع أدريان سنة ونص وأنا قاعد أتعلم في الأشياء هذه، وما توقعت أن عقلي بيستوعب الأشياء هذه، مع العلم أني كنت أطمح أني أصير دكتور، ولكن لا تقول لي عقلي كيف دخل المعلومات هذه. المهم بعد سنة ونص قال لي أدريان اسمع يا أحمد، الآن جاء الوقت اللي لازم تشتري فيه جهاز كمبيوتر ويكون برضو مواصفاته ممتازة، لأن في أشياء تحتاج أن يكون عندك المواصفات عالية. قلت له ليه يعني؟ خلاص هذا كمبيوتر وهذا كمبيوتر كله نفس الشيء،
قال لي لا، الآن إذا أنت تبغى تخترق حسابات أو تطلع باسوردات لازم تكون عندك الرامات عالية، والشيء هذا راح يساعدنا إن إحنا نتطور وننجز المهام بسرعة. وقال لي يا جماعة خير كلمة لحد الآن منساها، قال اسمع أحمد، أول ما تشتري الكمبيوتر بإذن الله إن راح نسوي شيء راح يطلع لنا فلوس، والشيء هذا راح يساعدنا حرفيا كثير. قلت له أبد تمام. وصدق يا جماعة خير رحت طلبت من أمي وطلبت من أبوي، وكانت في ذيك الأيام حالهم متحسنة شوي. قال لي أبوي خلاص راح أشتري لك كمبيوتر بالمواصفات اللي أنت تبغاها، ولكن ترى ما راح أشتري لك شيء طول هذه السنة. قلت له أبد يا يبا، أبغاك بس تشتري لي كمبيوتر أمشي فيه وضعي وأتعلم عليه أكثر أنا وأدريان اللي ساكن جنبنا. وصدق يا جماعة خير بعد ما مر يوم أو يومين إلا أبوي جايب لي كمبيوتر جديد، صندوق، شاشة مربعة، ماوس، كيبورد، وقال لي خذ يا أحمد هذا الكمبيوتر اللي طلبته. رحت قلت لأدريان، قلت له اسمع أدريان شريت كمبيوتر جديد. قال لي أدريان طيب دامك أنت شريت كمبيوتر جديد ليه ما تجيبه عندي البيت وصير في غرفة واحدة نتعلم فيها. قلت له خلاص أبد. صدق يا جماعة خير خدت الجهاز الجديد اللي جابه لي أبوي ورحت وديته عند أدريان في بيته. بعد ما شبكنا الجهاز قال لي أدريان اسمع، أنا قلت لك يا أحمد قبل فترة إن في طريقة راح تجيب لنا فلوس وراح أعلمك الطريقة الآن. قلت له وش هي بالضبط؟ إيش تبغى نسوي؟ قال الطريقة إن راح ننجز مهام الناس تبغاها، يعني في ناس يبغون تصميمات على الوورد، في ناس يبغونك تساعدهم إنهم يسوون حسابات وتصير تسويها عنهم وتاخذ عنها فلوس. قلت له يعني إذا الدرجة الناس ما تعرف الوورد ولا الأشياء هذه؟ قال يا رجال في ناس كثير جاهلين في الأشياء هذه، خل نبدأ نشتغل أنا وياك على هذا الموضوع صدقني راح نطلع فلوس. قلت له طيب وين الموقع اللي يسمح إن حنا نسوي الأشياء هذه؟ قال في موقع، والموقع هذا يتعامل بعملة البيتكوين، وذيك الأيام كانت عملة البيتكوين توها طالع 2013-2014، طبعا مو توها طالعة ولكن توها تشتهر ذيك الأيام، وكانت شهرتها بسيطة وما حد يؤمن فيها أبد. قلت لأدريان طيب الحين شو تبغى نسوي إذا خدنا عملة البيتكوين هذه، يعني شو راح يصير؟ قال نجمعها وبعدين نروح نبيعها وبعدها ناخذ الفلوس حقتها، لا تخاف أنا بسوي لك هذا كله. يقول والله ونصير نشتغل ونخلص مهام الناس، نشتغل منه ونشتغل منه ونشتغل منه ونشتغل منه. مر الأسبوع الأول الأسبوع الثاني، قلت لأدريان هل أقدر أسحب الفلوس الآن؟ قال الفلوس راح أسحبها يا رجال ما راح أجيب لك شيء، كلها 7 حبات و8 حبات ما منها فائدة، خلي لين نجمع أكثر وبإذن الله إذا عبينا أكثر عدد ممكن من الحبات نروح نبيعها مرة واحدة. قلت له أبد زين. حبة حبة يا جماعة الخير وصارت الفلوس اللي تجينا شوية. قال لي أدريان في يوم من الأيام اسمع يا أحمد في موقع اسمه دارك ويب أو الديب ويب، الموقعين هذولي موقعين طبعا مختلفة، إذا قلت لك دارك ويب ترى وضع مختلف وإذا قلت لك ديب ويب ترى موقع مختلف ثاني. يقولوا المهم هناك في متاجر في أشياء يبيعونها نقدر نستخدمها، ومنها برضو يبيعون بعض الأدوات اللي تساعدنا في عمليات الاختراق، ونقدر نشتري منهم الأدوات هذه عن طريق البيتكوين اللي جمعناها من العمليات اللي اشتغلناها على الناس. قلت له طيب وش الحل وش تبغى نسوي؟ قال راح نشتري بعض الأدوات وننزلها على أجهزتنا ونصير نقدم خدماتنا للناس. ذيك الأيام يقول أحمد كانت في أداة حقة كراكينج أو حقة تخمين، تخمن لك الباسورد وتعطيك إياه، يعني تجي تعطيها الحساب تقوم إيه هذه الأداة وتسوي لك الباسورد حق الحساب هذا أو تحاول تخمنه وتعطيك إياه، وكان شغلها سريع مرة. فقلنا خلاص خلنا نشتري الأداة هذه ونساعد الناس اللي حساباتهم ضايعة وناسين الباسوردات حقتها. وصدق يا جماعة الخير ونستخدم الأداة هذه ونشتريها من الدارك ويب ونحطها على أجهزتنا ونعرض هذه الخدمات في مواقع موجودة عندهم في ألمانيا. تبغى نرجع لك الباسورد تواصل معنا وراح تحاسبنا عن طريق البيتكوين. طبعا شرينا الأداة هذه بمبلغ عالي مرة، دمجناها أنا وأدريان مع بعض وشرينا فيه الأداة، فالآن صفرنا ما معانا أي فلوس، راح نصير نجمع فلوسنا من الناس اللي نسوي لهم الخدمات هذه. يقول أحمد والله صدق وصرنا ننشر هذا الموقع وجونا ناس. يقول صدق جونا ناس، أنا اللي عندي حساب حرفيا الناس الباسورد حقه ابغاك ترجع، والزباين كثروا عندنا وصرنا يا جماعة الخير نساعدهم. باليوم كنا نخلص 80-90 طلب والفلوس تجينا حرفيا بشكل مهول. يقولوا حتى اتذكر اول عنوان سويناه للاعلان هذا كتبنا هاكر يقدر يساعدك في استرجاع حساباتك الضايعة والمهملة، وما توقعنا حرفيا الناس اللي قاعدة تطلب خدماتنا. المهم استمرينا الاسبوع الاول الاسبوع الثاني شهر الا يا جماعة الخير تقفلت هذه الطريقة او هذه الثغرة او هذه الأداة بالأخص. ننتظر أداة جديدة تطلع تساعدنا في هذه الأشياء. لا نلاحظوا يا جماعة الخير الشركات إن في حسابات قاعدة تسترجع، والشيء هذا يبين لهم إن كان في عملية اختراق صار للنظام حقهم، فحصلوا الثغرة في أداة تسوي الشيء هذا وعلى طول وقفوها.
المهم قال لي الخبر هذا ادريان بالكامل. قلت له ادريان طيب يا ادريان الحين وش تبينا نسوي؟ هل شغلنا كذا يعتبر وقف؟ لاني والله كنت حاسب حسبتي وقاعد احسب خطى اني ادخر فيها المبلغ هذا واعطيه ابوي، ولكن الان تقول لي ان العمليه هذه كلها وقفت. اللي ينظر فيني ادريان قال لي احمد لا تحسب ان الموضوع وقف هنا، لا راح نحصل طريقه ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه. المميز في هذا العالم يا احمد انه عالم مفتوح، احنا الان ترى ما نسمى مخترقين ولا نسمى هاكر، لا احنا نستخدم الادوات اللي طوروها الهاكر عشان نقدر نساعد فيها الناس بس. قلت له اها اجل خلاص زين، على كذا يعني قاعد تقول لي ان في ادوات ثانيه ممكن نستخدمها ونقدر نبيعها للناس؟ قال بنحصل كل شيء لا تشيل هم، ولكن انت خليك مروق والموضوع ان شاء الله بيمشي على الشكل المطلوب. وصدق يا جماعه الخير انتظرنا وكانت هي فتره ركود ما يقارب اسبوعين الى شهر، وتقدم العمر فيني واحنا لحد الان ساكنين عند خالي، وانا كنت حاط هدف اني لازم اطلع اهلي من بيت خالي واشتري لهم بيت يكون البيت هذا ملك لنا. في يوم من الايام يقول احمد جاء خالي وكلمني قال لي يا احمد اسمعني، انا كلمت واحد من زملائي بالجامعه اللي موجوده عندنا وطلبوا عليك رسوم باذن الله انها مقتدره وباذن الله اني بدبرها انا وابوك، ولكن هل انت عندك رغبه في الدراسه او لا؟ نظرت في خالي كذا وانا مستغرب، الان عمري 20 وما معي الا ثانوي فلازم اكمل دراستي يا خالي، اكيد انا موافق اكيد ما يبي لها واحد اثنين. قال لي خلاص زين بما انك موافق ادخل على الموقع حقهم وتاكد من التخصصات الموجوده واختار التخصص اللي انت تبغاه وباذن الله ما يصير خاطرك الا طيب. المهم رحت دخلت الموقع حقهم، يقول قعدت اتمشى واشوف التخصصات اللي حاطينها، وبين التخصصات هذه كان في تخصصات علوم الحاسب الالي. قلت بما اني يعني شغال لي فتره طويله على الكمبيوتر قلت هذا التخصص راح يكون بالنسبه لي شيء سهل مره، فقلت لخالي ابغى تخصص الحاسب الالي او علوم الكمبيوتر هذا. قال لي خالي متاكد يا احمد تبيه وبتدرسه؟ هل انت تعرف الكمبيوتر او لا؟ قلت له ايه اعرف الكمبيوتر، راح اسال ابوي. اعرف الكمبيوتر مره يا خال بس ندخلني وما عليك. قال لي خلاص زين. يقوم يا جماعه الخير ويتصل على خويه طيط 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 طيط، السلام عليكم احمد نبغى ندخله عندكم تخصص حاسب الي ونبغاك تراعينا حرفيا في الرسوم. قال خلاص ما في مشكله وبنعطيكم تخفيض وبنسوي الشيء اللي احنا نقدر عليه. وصدق يا جماعه الخير رحت وقلت لادريان اني انا انقبلت في الجامعه وتخصصي علوم حاسب وباذن الله يا ادريان اني اجيب معدل عالي واقدر اتوظف في وظيفه، والوظيفه هذه ان شاء الله اني اقدر اساعد فيها اهلي. الادريان يقول لي ها احمد خلاص يعني ما عاد راح تدرس معي ولا عاد راح تشتغل معي؟ قلت له انت صاحي تحسب ان الجامعه بتاخذ كل وقتي؟ الجامعه ما راح تاخذ مني شيء يا ادريان، موضوعها سهل، كمبيوتر انا كل يوم استخدمه، موضوعها سهل باذن الله، اخلص الجامعه واجي عندك نتعلم اكثر واكثر، وش يمنعني؟ وصدق يا جماعه الخير احمد صار يدرس في هذه الجامعه، مر الترم الاول والسنه الاولى والسنه الثانيه، المهم تقدمت انا بالعمر وصرت في السنه الثالثه داخل الجامعه هذه اللي موجوده في المانيا، ومعدلي كان من المعدلات المرتفعه اللي موجوده داخل الجامعه، يعني مرتبه شرف من الاخير، وبرضه كانت حياتي يا جماعه خير عبارة عن جامعة وبرضه أروح عند أدريان نتعلم أنا إياه أو نطلع نروح كافي نتمشى سوق على هذه الحالة، ولكن كان شغفنا وهوسنا كان واحد ومتوجه في طريق صحيح اللي هو علوم الحاسب الآلي أو عمليات الاختراق اللي تصير بشكل دائم. يقول في يوم من الأيام في السنة الثالثة من الجامعة قابلت دكتور، والدكتور هذا كان الكل يحذر منه يا جماعة الخير، إيه أنت بتدرس عند هذا الدكتور حرفيا سلم على درجاتك وعادي إنك تحمل عند المادة كذا، موضوع هذا شيء سهل مرة، فكان الكل يحذر منه، أنت بتدرس عند دكتور ذا؟ يا الله الله يعينك، والله يا هو غثيث ولا يعرف يفهم، وبرضه أسئلته صعبة ومستحيل إنك تنجح، انسى يا أحمد إنك تنجح. يقول يوم سمعتهم يتكلمون كذا على الدكتور رحت سألت الطلاب قلت يعني كم الناس يعني اللي رسبوا أو حملوا المادة في الترم اللي قبله؟ قالوا الكلاس فيما يقارب ممكن 20 طالب 21 طالب، صح؟ قلت له إيه؟ قال 17 واحد حمل المادة عنده، ما تعدى المادة إلا 4 أو 5 ممكن. قلت من جدكم؟ قالوا اي والله يا احمد الدكتور ذا غثيث مره. قلت يا ليه هذا الحين انا وش بسوي معاه والماده حقته بالنسبه لي ماده سهله، ولكن الدكتور هذا ما ادري وشلون يجيب الاسئله هذه، اسئله تعجيزيه بشكل انتم ما تتوقعونه. المهم يا جماعه خير درست عنده، مرت الاسابيع الاولى والاسابيع الثانيه وحسيت ان وضعي يعني ممتاز والشيء اللي قاعد يشرحه شيء مره سهل. جت اختبارات الشهر الاول عندهم، قال خلاص الاسبوع الجاي عندكم اختبار لا تنسون، واللي درسناه كله معكم وعدنا وقت الاختبار. قلت خلاص زين باذن الله الاسبوع الجاي اختبار، خلاص اختبار. يقول احمد واجي الاسبوع الجاي الاختبار هذا واشوف اسئله الاختبار. اللي يا جماعه الخير اسئله الاختبار اسئله تعجيزيه، لا دكتور هذا مجرم في حق الطلاب سبحان الله، ترى كل ما قل علم الدكتور او علم المحاضر تحصل اسئله حقته صعبه لابعد درجه، وكل ما زاد علمه همه حرفيا يكون مفهوم الماده تحصل اسئلته سهله. يقول انا يقنت هذا الدكتور
الطيور حرفيا غبي شوي، وعشان غباءه هذا قرر يصعب أسئلة الاختبار. المهم خلصت الاختبار واتذكر اني حليت سؤالين او ثلاثة أسئلة، ولكن يعني درجاتي سيئة في الشهر الاول بشكل كبير. خلصنا يا جماعة الخير المد الاول ومرينا على المد الثاني او الاختبار الشهر الثاني ونفس الحكاية، وكنت متأذي منه لدرجة بيوم من الايام قلت ادريان والله عندنا دكتور، والله هو سيء يا ادريان، مرة 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 سيء واسئلته مرة صعبة. قال لي وش يدرس وش المادة واصير علم. قال لي اسمع، تبي نخترق الدكتور ونعدل الدرجات عنده؟ قلت له صادق من جدك نقدر نسوي الشيء ذا؟ قال لي نقدر، ولكن لازم نشوف طريقة نسويها عشان نسوي هذا كله. قال لي انت تعرف هو يقعد في جهاز؟ قلت لي اعرف. قال لي طيب اسمع، بكرة ابغى اروح معاك الجامعة وابغى اشوف المكان اللي يقعد فيه الدكتور وابغى احصل طريقة باذن الله نحن نوصل له. المهم يا جماعة الخير رحت في اليوم الثاني أنا وأدريان للجامعة. طبعا راح أعلمكم جزئية بسيطة على الجامعة، يقدر أي واحد يدخلها ويتمشى فيها بدون علم أحد، لأنه ما هم مسؤولين حرفيا عن دخولك للجامعة وخروجك، بس الدكتور مسؤول عن تحضيرك جوا الكلاس أو لا. يقول المهم خدت أدريان معاي ودخلنا على هذه الجامعة. يقول أصير علم، أقول شوف هنا هذه المحاضرة أحضر هنا وبعض المحاضرات أحضرها هنا، إنه موجودين الآن بالقسم الثاني والقسم الثاني هذا فيه الشيء هذا والشيء هذا والشيء هذا. الأدريان يقول لي يا أحمد وين الكلاس حق الدكتور؟ أبغى أشوفه بس عشان قبل ما يجون الطلاب. قلت له ابد زين. وروح يا جماعة الخير انا وادريان لين وصلت الكلاس، قلت له ادريان شوف هذا الكلاس حقنا وهنا المكان اللي يجلس فيه الدكتور دائما. دخل ادريان للكلاس يا جماعة الخير نظر يسار لحصل ثلاث طلاب. طلع من جديد قال لي اسمع احمد بكره لازم نجي بدري وباذن الله اني اقدر اسوي شيء للدكتور هذا. قلت له خلاص زين. وصدق يا جماعه الخير خلص اليوم الاول هذا. في اليوم الثاني جيت انا وادريان للجامعه مره ثانيه بدري، يعني قبل المحاضره ب40 دقيقه. رحنا على طول توجهنا للكلاس، كان الباب حق الكلاس مفتوح. دخلنا يا جماعه الخير ودخل ادريان جلس على نفس الجهاز، على طول قعد على الجهاز وضغط انتر الا الجهاز شغال والدكتور نفسه ما هم مسوي تسجيل دخول او مطفي الجهاز. قال لي ادريان اسمع يا احمد صدقني راح انهيلك الدكتور ورده. قلت له شلون؟ قال راح اعلمك كل شيء لا تشيل هم. ويدخل يا جماعه الخير الاعدادات ويطلع، عرفتوا يا جماعه الخير اسم المستخدم وكلمه المرور اللي تكون محفوظه في نفس المتصفح؟ طلعها ادريان واكتبها وخذاها معه بورقه وطلع من الكلاس وطلعت انا وراه. اللي نظر فيني ادريان قال احمد الحين معاي اسم المستخدم حقه والباسورد حقه، نبغى اي جهاز موجود في الجامعه نسجل فيه دخول ونغير الدرجات حقتك. وصدق يا جماعه الخير دخلنا لاحد الكلاسات اللي ما فيها اي محاضره. دخل ادريان على الجهاز ودخل موقع نفس حق الجامعه المخصص للموظفين وحط اسم المستخدم وكلمة المرور ويدخل على الدرجات حقتي طق 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 طق. قال لي يا احمد الموضوع تم ولو صار اي شيء راح اعدلك الدرجة في المستقبل. وصدق يا جماعة خير مرت الايام وانتهى الفصل وحصلت اني ناجح في نفس هذه المادة، والحمد لله ان ادريان ساعدني في هذا الموضوع. المهم خلصت يا جماعة الخير الجامعة واخذت شهادتي من هذه الجامعة والحمد لله انها عدت بسلام. في يوم من الايام بعد ما خلصت الجامعة ومرت ما يقارب 6 شهور، كنت ذاك اليوم في البيت اللي هو بيت خالي وبروح اقوم ابوي لصلاة العصر، وانا متعود دائما قبل ما افتح الباب على ابوي اطقه. طقيت الباب طق 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 طق، اول ما طقيته على طول دخلت. يقول اول ما دخلت لا حصل ابوي على السرير، وطبعا امي كانت موجوده تحت في بيت خالي. فرحت عند رجل ابوي يا جماعه الخير وصرت اقومه، يباه يباه تسمعني يباه، وهو ابوي دائما بالعاده يعني نومه ثقيل، واصير استمر وانا قاعد اقومه الا ابوي يا جماعه الخير ما يتحرك، وقرب عند وجهه واصير اطق وجهه يباه تسمعني يباه، وحرك وجهه يمين ويسار ابوي مو راضي يستجيب. فاول ما شفت هذا الموقف على طول زعقت يما، الا صدق يجي خالي وتجي امي يدخون. قال ايش فيك؟ قلت ابوي ما يتكلم ولا يتحرك، الا تجي امي عنده وتصير تحركه ولا حياته لمن تنادي. هنا ايقنت يا جماعه الخير ان ابوي انتقل لرحمه الله. المهم اتصلوا على اسعاف وجو خذوا ابوي، وصدق اعلنوا ان ابوي مات في سكته قلبيه. المهم يا جماعة الخير مرت الساعات وصلينا على أبوي ودفناه، ومرت على هذه الحادثة ما يقارب 3 شهور. والصدق أبوي كان هو يد العون لنا داخل البيت، هو الشخص اللي دائما يشتغل ويكد علينا وما يخلينا نحتاج لأي شيء. صدق إن إحنا ساكنين عند خالي، ولكن أبوي كان يقوم بأشياء كبيرة داخل بيت خالي، منها المقاضي ومنها أغراض أمي وخواتي. وبرضو ما أنسى فضل أختي سمية، كانت تحاول تشتغل من هنا ومن هنا لدرجة إنها ما رضت تتزوج إلا لين تزين حالتنا. ومع العلم ان جوها ناس كثير للبيت وطلبوا يدها، ولكن كانت رافضة وتقول انا بقعد مع امي وابوي واعينهم لين تتحسن حالتنا. الصدق بعد موت ابوي كانت الحياة بالنسبة لي مختلفة، لا اخفيكم حسيت ان الحمل ثقيل علي، وحسيت ان عمود البيت صدق طاح. يوم كان ابوي على قيد الحياة والله العظيم ان كانت في اشياء ما كنت احس ان ابوي كان شايلها، ولكن بعد ما مات ابوي حسيت ان كانت مسؤولية ابوي كبيرة ومستحيل أحد يغطيها.
المهم مرت الأيام يا جماعة الخير وأنا عمري ما يقارب 24 سنة، ماني محصل أي وظيفة أتوظف فيها، ومع العلم معاي شهادة ومعدل عالي مرة. طبعا لا أخفيكم كنت أتواصل مع أدريان في ذيك الأيام، والتواصل معاه قل بشكل كبير، وحالتنا المادية تدنت بشكل ملحوظ. فقررت ذاك اليوم أني أجلس مع نفسي وأتخذ قرار، والقرار هذا لا رجع فيه، يا إما أكون أو لا أكون. يقول أحمد خدت نفسي وطلعت لين سطح البيت. في نفس الجلسة في سطح البيت جلست يا جماعة الخير وجلست أتأمل في السماء وأقول يا أحمد الآن وش راح تسوي؟ أبوك مات وأنت لاجئ وفي دولة ما هي دولتك، وبرضه ساكن عند خالك أو أخو أمك. لازم يا أحمد تتخذ قرارك وتحاول تشتغل شغلة تكد فيها على أهلك. بين التفكيرات هذه يا جماعة الخير طرأ على بالي خويي سلمان اللي كنت ألعب معاه كود، أو كنت ألعب معاه بلايستيشن في ذيك الأيام. قلت يا الله سلمان ذا وينه؟ والله يا أني انقطعت عنه بشكل كبير مرة. فتذكرت يا جماعة الخير أنه كان معطيني رقم جواله، فرحت أبحث مع الأغراض اللي عندي عن رقم سلمان اللي كنت مسجله. الصدق اشتقت لسلمان شوق عظيم مرة، ودي أشوف وش صار عليه وأبغى أعلمه بكل شيء صار لي. وروح يا جماعة الخير أدور في أغراضي، وأتذكر عند أمي كانت شنطة بلاستيكية عليها قفل ورقم سري، وكنت دائما أحط أغراضي فيها. يقول وأروح للشنطة وأحط الرقم 000 وطرق وأفتح الشنطة وأدور في الأوراق اللي كانت هناك، وأحصل يا جماعة الخير رقم سلمان خويي اللي كان يلعب معاي سوني في ذيك الأيام. المهم خد جوالي يا جماعة الخير ودخلت الرقم واتصلت على سلمان، وكنت أدعي إن جواله ما يكون مقفل أو خارج الخدمة. يقول المهم واضغط اخضر واتصل عليه واحط الجوال في اذني. يقول لا اسمع لحظات اللي في شخص رد علي. قلت السلام عليكم. قال عليكم السلام، هلا، مين معي؟ قلت انت سلمان. قال لي انا سلمان، مين معي؟ يقول اول ما قال لي اني انا سلمان والله حسيت براحه غير طبيعيه، وصوته رجعني الايام اللي كنت فيها داخل دولتي، قبل ما تصير الحرب وقبل ما تصير المشاكل وقبل ما نطلع من دولتنا لدوله ثانيه. المهم جلست ساكت كذا لفتره طويله الا سلمان يقول لي مين معي. قلت له سلمان. الا سلمان يقول لي احمد مين؟ معليش والله ما عرفتك، احمد مين انت؟ قلت له افا ما عرفتني، انا احمد اللي اسم حسابي في السوني HHH. المهم صرت اشرح له اسمي. اللي قال لي هلا احمد يا كلب وينك مختفي؟ والله مالك داعي وانا زعلان عليك، وين اختفيت؟ وش صار عليك؟ لا اتصلت علي ولا طمنتني عليك ولا على اهلك، علمني وش صار معاك يا احمد. قلت له والله يا سلمان اعذرني على الشيء اللي صار واعذرني على الانقطاع. يقول قلت له والله يا سلمان مثل ما انت شايف طلعنا من دولتنا ورحنا لدوله ثانيه، بعدين طلعنا من الدوله الثانيه هذه وعشت في المانيا الان، والحمد لله ابشر كملت البكالوريوس في المانيا وتخرجت، وابشرك الامور زينه، الا انت بشرني عنك. قال والله انا نفسك درست والله وخدت البكالوريوس، والان انا موظف في احد الاماكن القريبه من عند بيتنا. قلت له ما شاء الله الله يوفقك يا. قال لي احمد غريبة ما اتصل امر، وش بغيت فيك شيء؟ قلت له والله يا سلمان انا ابوي توفى له ما يقارب الشهر ونص، وحالتنا المادية سيئة لابعد درجة، وصدق قبل فترة كنت اشتغل مع واحد هنا في المانيا ولكن شغلنا وقف بالكامل، ولهيت في دراستي بشكل مبالغ فيه، ولكن الحمد لله يعني عندي خبرات في اشياء كثيرة. الا سلمان يقول لي الحمد لله، ولكن وش درست؟ وصرت اعلم التخصص والاشياء اللي تعلمتها، اقدر اقول لك اني انا صرت شخص يعني متمكن. اللي يقول لي سلمان الله يوفقك يا احمد، ولكن احمد ناقصك شيء، بغيت شيء؟ يقول احمد قلت له والله اني ابحث عن وظيفه. قاعد تبحث عن وظيفه ليه؟ ما لقيت وظائف هناك؟ قلت له لا والله ما لقيت اي وظيفه. طيب يا احمد لو جبتك لين الدوله اللي احنا فيها واجيب لك وظيفه عندنا راضي تجي؟ يقول احمد اول ما قال لي كذا قلت له اي والله اني راضي اجي ابد، الشيء اللي تبغاه انا معاك، وعايدي اغترب عن اهلي، اهم شيء اني اجيب فلوس لاهلي بدون ما مد يدي لاحد. قال لي سلمان خلاص هذا رقمك، وعندي باذن الله 4 أيام 5 أيام راح اتصل عليك وابلغك بكل شيء، ولكن الان انت ارسل لي السي في حقك ومعلوماتك بإذن الله أني أقدر أفيدك. قلت له أبد زين والله يجزاك خير وما قصرت يا سلمان، أنا في انتظارك. المهم يا جماعة الخير انتظرت بعد اليوم الخامس يتصل علي سلمان على انه مكلمني وقال لي اسمع يا احمد خلال 5 أيام راح ارد عليك بخصوص الموضوع هذا، ولكن الرجال ما تواصل معي نهائيا ولا جاني منه اي رد. فقلت بعطيه اليوم السادس واليوم السابع، فاذا ما كلمني راح انا اتصل عليه واكلمه. صدق يا جماعة الخير بعد مرور يومين المهم خد جوالي واتصلت على طول على سلمان. سلام عليكم، هلا سلمان، ها بشر وش صار على الموضوع؟ قال لي والله يا احمد اني قاعد ابحث لك يمين ويسار، ولكن اتوقع الموضوع يحتاج لوقت طويل، واعذرني يا احمد
تعهد إذا ما حصلت لك أي وظيفة عندنا، ولكن بإذن الله أني بسعالك في هذا الموضوع وصدقني ما راح أنسى. قلت له أبد، زين. قلت في ذاك اليوم خلني أمر أدريان وأشوف إيش صار عليه وإيش موضوعه، لأن زياراتي صارت له قليلة مرة، يعني في الأسبوع ممكن أمره مرة أو مرتين، ما هي نفس قبل. فجيت ذاك اليوم وطقيت عليه الباب اللي هو يفتح لي الباب. قال هلا والله أحمد، مرحبا، تفضل. طبعا جهازي وأغراضي كلها عنده، ولكن يا جماعة الخير تعرفون الشخص اللي بعد موت أبوه كذا فقد الشغف وخلاص، يعني ما عاد وده يبدع ولا وده يطلع الشيء اللي عنده. فقلت خلاص يا أخي، ودي أعيش حياة كلاسيكية وحياة عادية بدون ما أجرب أي شيء جديد. إلا أدريان يقول لي أحمد يا ولد شو وضعك؟ ليه ما عاد تجيني ونتعلم نفس قبل؟ وبعدين ترى هذه الدنيا، يعني اليوم أبوك يموت بكرة أنت تموت، فالموضوع يعني طبيعي ولازم تتعايش مع هذا الشيء. فكان أدريان قاعد ينصحني ويشجعني إني أرجع للمجال وأتعلم فيه أكثر وأكثر، لدرجة يا جماعة الخير تخيلوا إن أدريان ياخذني بيدي ويجلسني على الكرسي، كان يقول لي بس أبغاك تعطي الجهاز 5 دقائق 10 دقائق، اجلس معاي وبوريك شيء جديد، وكان دائما يحاول يبهرني. ولكن والله العظيم إن نفسيتي متقفلة من هذا المجال ولا عاد أبغى أبحر فيه، والصدق ما أدري وش جاني، ما أدري كذا استسلمت يعني استسلام غير طبيعي. المهم جلست عند أدريان كذا أبو 20 دقيقة 30 دقيقة، وقاعد يحاول يقنعني ويقول لي حرك من هنا سوي هنا شوف إيش نزلوا، ويدخل الدارك ويب والديب ويب ويوريني الأشياء الجديدة، ولكن لحد الآن نفسيتي ما هي طيبة. المهم يا جماعة الخير بعد ما طلعت من عند أدريان وكذا وأنا مالي نفس، رحت لبيتنا، دخلت يا جماعة الخير ورحت دخلت غرفتي وقفلت على نفسي الباب. بقلت في نفسي يا أخي أنا وش أسوي مع حياتي حرفيا اللي ما عاد صرت أتقبلها، أحس الرب غاضب علينا غضب مو طبيعي. المهم قعدت يا جماعة الخير أتضجر في نفسي وأتضجر من الأحداث اللي قاعدة تصير لي. بعد مرور ممكن نص ساعة أو ساعة من التضجر اللي أنا فيه، افتحت يا جماعة الخير التلفزيون اللي موجود عندي، يقول وأقلب بين القنوات، يقول مم لا يطلع لي شيخ من المشايخ اللي موجود على التلفزيون، يقول له صار يتكلم عن فضل صلاة الوتر وإن الوتر شيء مهم إنك تصليها، كل شيء أنت تتمناه. أنا وش خسران؟ ليه ما أجرب صلاة الوتر هذه اللي يقولونها؟ يقول والله صدق، وطفي التلفزيون وروح أبحث عن طريقة صلاة الوتر، بعد ما فهمت الطريقة توضيت وصليتها. يقول صليت وصرت أدعي ربي إن ربي ينقذني من الشيء اللي أنا فيه والنفسية اللي قاعدة تلعب يمين ويسار من حالتي المادية حرفيا الكثيفة. يقول فقمت أطلب ربي إن ربي يوفقني ويسهل لي أموري ويرزقني بمال أقدر أكد فيه على أهلي. بعد ما خلصت الصلاة رحت حطيت راسي ونمت. قمت في اليوم الثاني كأي يوم طبيعي وعادي، فقلت خلني أروح عند أدريان بجلس عنده شوي. وصدق رحت لين عنده للبيت وطقيت عليه الباب ودخلت عنده. قال لي أدريان ها كيف حالك اليوم أمورك زينة؟ قلت والله إن شاء الله إنها بخير. يعني لحظات وأنا جالس عنده يا جماعة الخير على الجهاز بدون ما أسوي أي شيء وهو كان جالس على جهازه، اللي ناظر فيني يقول لي أحمد. قلت هلا. قال اسمع، قال لي يا اني حصلت طريقه تجيب فلوس بشكل كبير. قلت له عسى ما شر، وش الطريقه هذه؟ قال اسمع، بالدارك ويب يبيعون بطاقات مخصصه للبنوك ويبيعونها بمبلغ رمزي مره، يعني ممكن يا احمد البطاقه اللي فيها 10000 دولار يبيعونها ب 1000 دولار. يقول احمد قلت له على طول، ولكن ذي البطاقات تعتبر بطاقات مسروقه، حرام ان احنا نستخدمها والشيء هذا ما يجوز يا ادريان في ديننا. قال ادريان والله يا احمد بكيفك، ولكن انا راح اشتغل فيها، واذا انت تبغى تشتغل معايا ابد المكان مفتوح لك. قول احمد بيني وبينكم قاعده تراودني فكره اني اشتغل فيها ولا ما اشتغل، ولكن اذا قلت بشتغل فيها اتذكر انها حرام والدين الاسلامي مانع الشيء هذا. ولكن كنت اقول لنفسي يا ولد ليه متى انت كذا مطفر؟ انت الرجال الكبير في البيت ما انت قادر تكد على بيتكم؟ يا رجال اشتغل فيها وان الله غفور رحيم. صار يا جماعه الخير الشيطان ياخذني يمين ويوديني يسار. يا بالحلال اشتغل فيها وبيجيك خير وبيجيك رزق، صدقني والله جلستك هذه ما منها فائده، الناس كلها تشتغل في الاشياء هذه. المهم قعدت تراودني الفكرة وهي جالسة في راسي. جلست عند أدريان ذاك اليوم ما سويت أي شيء، وأدريان كان متحمس قاعد على الجهاز ويشتري هذه البطاقات، وكان يوريني يقول شوف الحين بشتري الجوال هذا وبشتري الجهاز هذا وباخذه بروح أبيعه في السوق. صار الولد هذا يا جماعة الخير قاعد يغويني. المهم بعد ما خلص شغله هذا وطلب كل أغراضه طلعت من عنده ورحت لبيتنا يا جماعة الخير عشان أريح، وهو بيته كان قريب لما البيت اللي أنا كنت ساكن فيه. بعد مرور يا جماعة الخير 30 دقيقة 35 دقيقة، يعني ما طولت إلا أسمع الشرطة يا جماعة الخير مرة لما بيتنا مسرعة، وما هي سيارة واحدة، ما يقارب 10 أو 12 سيارة. واطلع كذا مستعجل وناظر مع الشباك، إلا يا جماعة الخير صاروا واقفين عند بيت أدريان وداخلين بيته يا جماعة الخير لحظات إلا هم طلعين أدريان من البيت. قلت يا الله الحمد لله.
الحمد لله اني ما شاركت معاه في هذه العملية، ولا قدني الان مسجون ورايح فيها. وصدق يا جماعة الخير، في اليوم الثاني اللي جاء ابو ادريان البيت خالي، البيت اللي احنا ساكنين فيه، ويطق الباب واطلع له قلت له هلا. قال لي اسمع يا احمد، تعال خذ جهازك الكمبيوتر اللي موجود عندنا في البيت لان ادريان مطول في السجن. قلت له وش سالفته وش صار عليه؟ قال انه مسكوه الشرطة لانه كان سارق احد البطاقات البنكية لاحد المسؤولين. عرفت يا جماعة الخير ان ادريان انقفض ومسكت الشرطة بسبب شراء بطاقة مسروقة من الدارك ويب. المهم صدق رحت البيت ادريان وخذت جهاز الكمبيوتر وحطيته في غرفتي. المهم حطيته كذا لحظات اللي دخل علي اخوي قصي، اخوي الصغير يا جماعه الخير. دخل قال لي احمد انت تستخدم الكمبيوتر ولا انا استخدمه عادي؟ قلت له ابد استخدمه شبكه بس وابد سوي فيه اللي تبغى. قال خلاص. صدق يا جماعه الخير لقصي اخوي قاعد يركب في الجهاز وقاعد يضبط فيه وتركته يستخدم الجهاز حقي. المهم جلست وقاعد اتفرج قصي اخوي وهو متحمس يركب له سلوك ويشبك سلك الشاشه ويشبك سلك الكهرب. المهم يصير يدخل على الجهاز ويتفرج عليه. المهم هو يبغى يجلس على الجهاز وانا والله نفسي طابت. هو قاعد يركب الجهاز قلت له اسمع قصي وش رايك اطلب منك طلب وتسويه؟ قال ابد تم. وش تبغى بس يا احمد؟ قلت له اسمع ابغاك تدخل تبحث لي عن وظايف موجوده عندنا هنا، وابغاك تجهز لي كذا سي في، تصنع لي سي في عشان تقدم لي فيه على الشركات اللي موجوده عندنا. قال لي خلاص ابشر واللي تبغاه يصير، بس حطني انت وش معك شهادات وش تعرف؟ قلت له يا جماعه الخير شهادتي الجامعيه واني تخرجت السنه اللي فاتت والى اخره. المهم بعدها طلعت من الغرفه ورجعت بعد ساعتين او ثلاث ساعات للغرفه حقتي وقابل قصي من جديد. قال احمد جابك الله. احمد اسمع، في ناس يتكلمون عن شهاده احترافيه لازم تاخذها ولكن ما ادري انت تعرف لها ولا لا. قلت له وش فائده الشهاده ذي؟ قال الشهاده ذي اذا جبتها يقولون راتبك عادي يوصل 10000 دولار 11000 دولار. قلت له متأكد؟ قال لي والله متأكد، يبغون هذا المطلوب وهذا المطلوب وهذا المطلوب وهذا المطلوب. كم قال لي المطلوب والاشياء الموجوده. قلت لنفسي ولد هذه كلها تعلمتها وانا مع ادريان. قلت اخوي قصي قلت اعرف هذه كلها. قال طيب دامك تعرف هذه كلها يا خبل ليه ما تروح تختبر وتاخذ الشهاده هذه الاحترافيه؟ قلت له ابد تم، وين اقرب مقر سجلني فيها واروح اختبر هذه الشهاده يا جماعه الخير واخذها. ويصير قصي اخوي الله يجزاه خير يقدم لي في كل مكان. المهم ما طولت يا جماعه الخير، قرابه الاسبوع الا جاني اتصال على جوالي. السلام عليكم احمد. مرحبا ومسهلا. اي نعم احمد. الرجال يقول لي اسمع انت عندك المؤهل هذا متاكد منه؟ قلت له نعم عندي. قال خلاص مقابلتك الشخصيه بكره في دوله يا جماعه الخير قريبه من عند سلمان مره. قالوا لي تقدر بكره تيجي؟ قلت لا انا موجود الان في المانيا. قالوا طيب كم تحتاج من يوم؟ قلت لهم 4 ايام. قالوا لي طيب اسمع ارسلنا صوره من المؤهل واتمنى ان الصوره هذه تكون حقيقيه، ان معاك الشهاده الاحترافيه هذه واذا هي معاك وتاكدنا انها معاك طيارتك وسكنك علينا. يا ولد من جدكم انتو؟ قال لي نعم. قلت له خلاص ابد تم. وصور لهم يا جماعه الخير صوره من الشهاده اللي معاي اللي يتاكد منها الموظف. قال خلاص عطنا معلوماتك وراح نجيبك عندنا في اقرب وقت. قلت لهم ابد تمام اللي تبغون انا معكم. صدق يا جماعه الخير اللي يرسلون لي تذكره اني اجي للدوله حقتهم وحاجزين لي فندق 5 نجوم، يعني المعامله اختلفت 180 درجه. المهم يا جماعه الخير في ذاك اليوم قلت لامي وقلت لخواتي اني انا بروح للدوله هذه القريبه من عند سلمان، فاتصلت على سلمان وبلغته اني راح اكون في الدولة اللي جنبه عندي مقابلة وظيفية، ورحت للمطار واتجهت للدولة هذه. المهم استقبلوني وخذوني وسكنوني في الفندق وقالوا لي بكرة راح تكون مقابلتك الوظيفية، وعطوني اسم احد الموظفين الموجودين عندهم. قلت لهم خلاص زين. وكنت برضو مستغرب يا اخي من التعامل ذا الدرجة، انا قوي مرة، بعدين العلم اللي انا متعلمه اتوقع الكل يعرفه، ولكن في ذيك الايام كانوا نوادر اللي عندهم الشهادة هذه. المهم جاء اليوم الثاني يا جماعة الخير ورحت للشركة ودخلت المقابلة الوظيفية هذه، وصار الموظف يسألني وانا جاوب، وكنت اجاوب يعني جواب مو اكاديمي، لا كنت اجاوب يعني جواب خبير. الا شوي الرجال يقول لي خلاص احنا موافقين عليك وابد حياك الله عندنا، راتبك بمبلغ 10000 دولار، ولكن شرط انك ما تشتغل مع اي شركة ثانية لمدة 5 سنوات. قلت يا حبيبي جيب العقد الحين اوقع لك. يا ابوي انا ابغى ال10000 دولار ذي اكد فيها على اهلي. هات العقد هات بس. يقول واخذ العقد ووقعه واصير صدق اباشر معهم اول يوم عمل. المهم الشركة هذه يا جماعة الخير مخصصة للحلول الرقمية. كيف يا أسامة حلول رقمية؟ شركة ما هي تابعة لأي جهة، الشركة هذه يكلمونها الأماكن الحكومية وتروح تسوي اختبار للأماكن الحكومية هذه، يعني الشركة هذه مخصصة لحماية الشركات وحماية المنشآت العامة اللي موجودة عندهم. المهم صرت أشتغل معهم الشهر الأول الشهر الثاني وقاعد أثبت حرفيا نفسي بجدارة، لين يا جماعة الخير بعد 3 شهور جوني المدراء اللي موجودين عندي وقالوا لي في ناس طالبيننا بخصوص منشأة موجودة عندهم مخترقة ونبغى نحلل
الشركة هذه ونعرف من وين جاء الاختراق وكيف وصل للمكان هذا. والمكان هذا يا جماعة الخير مكان حساس مرة لأبعد درجة. قالوا لي لو اكتشفنا عملية الاختراق راح يعطونا عليها مبلغ، والمبلغ هذا راح تاخذ منه مكافأة. قلت لهم خلاص أبد، متى تبغون نروح لهم ونشوف وش وضعهم؟ قالوا لي بإذن الله بعد 3 أيام راح تروح أنت وأربع موظفين معاك وتحللون المكان وتخططونه وتعرفون وش سبب الاختراق اللي جاه، لأن في شخص سرق معلومات منهم وقعد يا جماعة الخير يطالبهم بفدية أو بمبلغ عشان يرجع لهم المعلومات حقتهم، والمكان هذا حساس مرة. المهم يا جماعة الخير، يقول أحمد رحنا إحنا والموظفين اللي خصصوهم معي الشركة للشركة هذه المخترقة. ركبنا سيارة واحدة وتوجهنا للشركة ووقفنا في المواقف حقت الشركة. يقول أحمد أول ما قربت إلا نفس المقر هذا والمكان مقر كبير مرة وموجود يا جماعة الخير على الشارع العام الرسمي والكل يعرف المكان هذا. المهم قلت لأخويانا يلا نتحرك لهم، قالوا لنا يلا واطلع معاهم يا جماعة الخير لين وصلنا لمدير الشركة. المهم قعد التيم حقنا والمجموعة حقتنا مع المدير، قالوا لي يا أخويا يا أحمد تكلم معاه. انت ما شاء الله ربي معطيك يعني طلاقة اللسان وتقدر برضو تتكلم معاه ومعاك خبرة عالية مرة، بتكلم معاه وشوف وش اللي صاير له. يقول احمد المهم قربت من عنده وصرت الكرسي القريب من عند كرسي المدير. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ طيب احنا التيم المخصصين للامن السبراني، انت قبل فترة كلمت شركتنا بخصوص اختراقات قاعدة تصير للشركة، نبغى نعرف وش صاير بالضبط وعطنا الموضوع بالكامل. المدير يا جماعة الخير يناظر فينا قال دقيقة، ما نبغى نتكلم هنا، الصدق انا ما عاد صرت اضمن المكان اللي انا فيه لان صارت معنا اشياء تروع وتخوف. احمد يقول عسى خير يعني وش صار معاك؟ يلا خلنا نطلع من هنا ونروح للكافي اللي موجود تحت، في نفس المكان هذا والمقر حاطين لهم كافي في الدور الارضي والكافي هذا مخصص للموظفين. صدق يا جماعه خير طلعنا من عنده ونزلنا لين الدور الارضي وندخل للكافي هذا، كلم العامل قال لا تدخل احد، عندنا شغل هنا مهم ولا نبغى اي شخص يدخل هنا. صدق لحظات اللي قفلوا ستاير وقفلوا الباب احمد يقول والله اني خفت، وش ذا الهكر اللي بهذلهم وزرع الرعب في قلوبهم؟ قلت له اسلم وش صار؟ تراك خوفتني. قال انا بعلمك كل شيء وبعلمك ليش كنت اخاف من الشخص هذا بشكل قوي. قلت له علمني وش صاير؟ قال لي صاير ان في مخترق اخترق هذا المقر الكبير وهو باعلى حرفيا سمات الامان في الشركات حول العالم. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني والمخيف يا احمد، انت متخيل ان كل اسبوع يسرق معلومات جديده من عندنا؟ مع العلم سوينا سكيور عالي للمكان او حمايه للمكان بشكل انت ما تتوقع، جبنا افضل الموظفين في امان الشركات وعطيناهم رواتب وعروض عالية بس عشان يحمونا من هذا الشخص. طبعا يا جماعة الخير قصده ان كل اسبوع يسرق معلومات جديدة، معناها يا جماعة الخير ان الهاكر لحد الان الثغرة موجودة عنده وقاعد يستخدمها بشكل غير طبيعي، واكيد ان الثغرة هذه حاطها في احد الاجهزة بدون ما حد ينتبه. قلت له طيب وش بعد صار؟ قال وش بعد صار؟ قال انت تدري ان 3 من المدراء اللي موجودين في الشركة احيلوا الى قسم التحقيقات وهم ما لهم دخل ولا لهم علاقة بالشيء اللي قاعد يصير داخل الشركة. قلت له شلون؟ قال والله انا ما ادري، انا شخص ما عندي الا معلومات بسيطة وهذا اللي عندي. قلت له طيب وشلون وش تعرضت وش اللي انسرق منكم؟ قال اللي انسرق مننا معلومات قيمتها في السوق تعادل ممكن 100,000 دولار 200,000 دولار ولا شيء. يقول احمد قلت للمدير طيب انا عرفت انك انت تضررت بشكل مرة كبير وان الرجال هذا سرق معلوماتك بالكاملة، في شيء ثاني سواه؟ قال ايه في شيء ثاني سواه، شفت المعلومات اللي كانت موجودة عندنا سوالها تشفير بالكامل. قال اذا تبغون افك لكم التشفير هذا ورجع نظامكم للعمل من جديد تدفعون لي مبلغ 1,000,000 دولار ولا غيره ما راح اتنازل. يقول احمد قلت لهم اها يعني الرجال اخترق وسرق المعلومات عندكم اللي قلت لي قيمتها 100,000 أو 200,000 بعده سوى تشفير للمكان كامل واخفى كل المعلومات المهمة اللي جوه. قال ايه نعم يا احمد هذا اللي صار بالكامل. يقول احمد نظرت في اخوياي قلت يا عيال ففي الموضوع اللي صار وش تشوفون؟ وش الاستنتاج؟ وش اللي طرى على بالكم؟ الا واحد من اخوياي كذا نط وقال للمدير اسمع نبغى منه الشخص المسؤول عن امن المعلومات اللي موجود عندك في الشركة، نبغى نتقابل معاه ونسولف معاه ونشوف هو وش سوى عشان نختصر الخطة بالكامل. قال خلاص ابشروا. يطلع جواله يا جماعة خير طي 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 فهد تعالي الان في الكافي اللي موجود تحت. لحظات يا جماعة خير كيف 8 دقائق الا فهد دخل. السلام عليكم، يسلم علينا، مرحبا ومسهلا، مرحبا ومسهلا، حياكم الله، ويسلم على المدير كذا بشكل يعني كانه مرتعب يعني وش صار وش فيه. اللي يقول المدير اسمع تفاهم مع احمد والتي
التيم حقه وعلموني النتيجة اللي تطلع معكم، خلوكم هنا والمكان مكانكم، أنا بطلع. قول أحمد طلع المدير وقعدت أسأل الشخص هذا اللي اسمه فهد، أنتوا إيش سويتوا في الشركة؟ وش أسلوب الحماية؟ وش صار معكم؟ قال اسمع يا أحمد، الهكر اللي اخترق المقر هذا والله ما قد شفت زيه، شخص متمكن متمرس، هذا هو ممكن أعظم شخص قد قابلته في مجالي كله. عجز بي، بهذلني، ما خلاني أنام، كل أسبوع يجيني إنذار من النظام أو السيستم اللي موجود عندنا في المقر يقول في معلومات قاعدة تتسرب. قلت طيب وش سويت؟ هل اتبعت يعني البيانات اللي قاعدة تطلع أو الداتا؟ قال اتبعت كل شيء، استخدمت جميع الأدوات. الرجل هذا متمكن بشكل فظيع مرة. أحمد أنا بعطيك الآن ورقة بالعمليات اللي سويناها كلها والخطأ اللي سويناها عشان إحنا نوقفه عند حده، ولكن أنت متخيل إن كل أسبوع يسرق معلومات من الشركة؟ ما يسرقها وبس، لا لا لا، قبل ما يسرقها يرسل رسالة للموظفين الموجودين يقول إن بكرة أنا راح أسرق البيانات الموجودة عندكم، فاستعدوا يعني. يقول أحمد ومناظرتك يا ولد ذا قادح، هذا أقدح منه ما في، يعني اللي نعرفه في عالم الاختراق كله إن المخترق يعني يخترق خلسة ويدور له ثغرة، بعضهم يكون يعني مسكين يدور له شيء يتمسك فيه ويطلع منه معلومة معلومتين. يقول أحمد قلت طيب اسمع فهد، أنا عندي لك سؤالين، معلوماتكم اللي موجودة جوا الشركة أو الداتا وين تحفظونها فيه؟ هل تحفظونها في مقر الشركة أو تحفظونها في شركة برا؟ طبعاً راح أشرح لكم يا جماعة خير وأفصلكم في الموضوع هذا. في بعض الشركات يكون عندها نفس السيرفر موجود داخل الشركة أو داخل المقر، وفي شركات يكون عندها برضو سيرفرين، سيرفر داخل الشركة ويكون فيه معلوماتهم بالكامل، وفي سيرفر ثاني يكون في الكلاود. أسامة وش قاعد تقول وش الكلاود هذا؟ بعلمكم وش الكلاود. كلاود يا جماعة خير في شركات توفر تخزين سحابي، يعني نفس الآي كلاود اللي موجود في الآيفون، بدال معلوماتك ما تنحفظ في الجوال تروح تحفظها في الكلاود، لو انحذف الجوال أو انسرق الجوال وجبت جوال جديد تصير تنزل معلومات كاملة من الكلاود هذا. في شركات اللي تتبع سكيور أو حماية عالية دائما تستخدم النظامين هذا الكلاود، وبرضه يكون عندها سيرفر داخل المنظمة تحمي فيه بياناتهم، لأن في معلومات ما نقدر نرفعها للكلاود، لأن لو تعرض الكلاود للاختراق وطبعا هذا شيء إعجازي ممكن تروح معلومات مهمة منك. نرجع يا جماعة خير نكمل القصة. أحمد سأل فهد قال فهد معلوماتكم وين فيه؟ قال والله معلوماتنا موجودة داخل الشركة، إحنا ما نرفعها في كلاود أو في تخزين سحابي أو إلى آخره، لأن المعلومات اللي عندنا معلومات حساسة ولا نضمن أي جهة نرفع المعلومات عليها. قلت له بس زين، يعني البلا من داخل الشركة مو من الشركة اللي برا؟ قال إيه نعم، إحنا ما نستخدم أي تخزين سحابي موجود عندنا. قلت له طيب السيرفر حقكم معزول بالكامل؟ تخطيطات الشبكة عندكم كيف؟ أسلوب الشبكة كيف؟ لأن يا جماعة خير صدق في كل شركة لها لوكيشن، ترى لوكيشن شبكة، مثل ما في لوكيشن في الشوارع في لوكيشن للشبكة داخل الشركة. أنا راح أبين لكم بس عشان ما تضيع، وأبغاك يعني تتعمق شوي ترمي خيالك شوي لي. يعني الشركات يكون عندها أجهزة مربوطة بسويتش، والسويتش هذا مربوط بسويتش ثاني، والسويتش هذا تحصل مربوط براوتر، وفي عدة سويتشات مربوطة براوتر، المهم قروشتها واجد، ولكن أتوقع أني ما راح أفصلها عشان أنتم تضيعون. المهم يا جماعة الخير، يقول أحمد بعد ما عطاني الخريطة لاحظت أن الشركة كاملة مكونة من شيئين، كيبل الشبكة وكيبل الاتصال وجهاز الوايرلس اللي ينثر الشبكة داخل الشركة. بعد ما عرفت الشيئين هذه قلت لأخوياي هاي عيال كل واحد يطلع جهازه ومعنا الصلاحيات كاملة، خلنا نختبر الشركة بالكامل ونراقب البيانات اللي رايحة واللي طالعة ونشوف ايش قاعد يصير مع الشركة هذه. المهم يا جماعة خير قعدنا داخل الشركة هذه او المقر ما يقارب 3 ساعات او 4 ساعات، العمليات اللي قاعدة تصير عمليات عادية، ما في حرفيا ارسال معلومات الجهة مشبوهة، راقبنا كل المنافذ، راقبنا كل شيء. جماعة خير الوضع طبيعي طبيعي لأبعد درجة. المهم اخوياي كل واحد صار يناظر في الثاني، يا احمد والله موضوع عادي والموضوع يخوف، هذا شكله موجود معهم في الشركة، مستحيل هذا من برا، المعلومات اللي قاعدة تمر ما فيها تسريب الجهة برا، وما في مواقع قاعدة تنفتح يعني جوا، الروابط ممنوعة، اسلوب الحماية كويس، شو السالفة كيف طلعت المعلومات؟ حاولنا يا جماعة خير يمين يسار، المهم اخوياي وقفت عقولهم قالوا احمد الموضوع اصعب مما نتوقع، خلنا نطلع الحين من عندهم ونقول لهم ان احنا بنراجع الموضوع ونكلم مدير شركتنا ونقول له كنسل الاتفاقية كاملة، لان الوضع اتوقع يبغى له واحد خبير. يقول احمد المهم قلت يلا انا معكم باللي تبغونه. المهم طلعت وركبت معهم السيارة، اللي قاعد يسوق يقول لي احمد يا ولد وش اللي قاعد يصير؟ والله الموضوع مخيف، كيف يقول انه يسرق معلومات ويهددهم قبل ما يسرق المعلومات بساعة نص ساعة؟ وش ده؟ هذه ما تصير الا في الافلام. بعدين ذا الشخص اقسم بالله انه قادح وقوي، يهددهم ويسرقهم يا ولد هذا اقوى واحد. يقول احمد مشيت الموضوع لين وصلنا عند شركتنا ونزلوا لي معاي، وطلعت انا وركبت سيارتي وتوجهت للشقة حقتي اللي مستجرينها لي الشركة حقتنا. قلت اكيد في الغرفة قعدت اتخيل اقول هل من الممكن مدير الشركة قاعد يسرق المعلومات وقاعد يلف ويدور عشان ياخذ فلوس من نفس الدولة؟ بعدين قلت لا يا اخي والله راتبه عالي،
عالي مرة، مستحيل إنه يسوي الحركة هذه. يقول ولكن أنا راقبت جهاز المدير، جهاز المدير ما هو قاعد يرسل بيانات البرة ولا هو قاعد يرفعها يعني برا، الموضوع شوي صعب. المهم صار هاجسي إني أنا أحل هذه المشكلة اللي في المقر أو في المنطقة هذه، أنا والله ما أبغى أقول اسمها لأنها هي منطقة حساسة شوي. يا ولد هذا شلون؟ مخي ضرب، خلاص مخي ضرب. وصدق يا جماعة الخير الموضوع يلحس لو تعرضه على أي واحد مستحيل يتخيل عقله الهكر كيف سوى هذه الطريقة. يقول أحمد مرة اليوم الأول ومرة اليوم الثاني واليوم الثالث، اليوم الرابع استأذنت من مديري قلت أنا بروح للمقر أو حق الشركة هذه ولا تعطيهم رد لحد الآن، بروح لهم في اليوم الرابع بجلس عندهم بفحص شركتهم على كيف. صدق وخدت سيارتي وتوجهت للشركة وقابلت المدير وجلست في مكتب المدير وقعدت أفحص وراقب. ما في شيء يا عيال، والله اللي قاعد يصير ما في شيء، الوضع طبيعي. لحظات المدير جاني قال أحمد اسمح أرسل رسالة اللي يبغى يخترقنا، قال بعد 30 دقيقة راح أسرق منكم معلومات زيادة لو ما دفعت الفلوس، ترى أنا قاعد أنتظركم. يقول أحمد أول ما سمعته قاعد يقول الكلام هذا قلت بس الفترة اللي راح يسحب منها المعلومات راح يبان معي كل شيء. يقول وأشبك جهازي وأفتح الأدوات حقتي اللي موجودة في الكالي وأشغل برامج المراقبة اللي تراقب البيانات وين طالعة وين راجعة. يقول وأقعد كذا حاط رجل على رجل أنتظر بس المخترق يسحب المعلومات. يقوم فتحت جوالي وحطيته يا جماعة الخير اللي هو المنبه أو اللي يحسب الوقت. يقول حطيته وأنتظر بس تمر 30 دقيقة. يقول تمر 30 دقيقة، شيء الغريب إنه ما في شيء قدامي، ما في شيء قاعد يصير، ما في شيء، ما في شيء يا الربع، ما في شيء، والله ما في شيء. قلت يا ولد ذا مين ذا؟ شبح؟ وش ذا القوة اللي فيه؟ هذا وصل عالم ثاني. اللي يجيني مدير الأمن يا جماعة الخير فهد اللي مسؤول يعني عن أمن الشبكة، قال إنه كلمني المخترق وعرض علي المعلومات اللي عندي وشفر المعلومات الجديدة اللي إحنا سجلناها خلال الأسبوع هذا. يقول بتدفعون ولا ترى بزيد المبلغ؟ وشوفه قاعد يقنع مديره يقول له تكفى أدفع فكنا منه يا رجل، الموضوع بيرجع على روسنا. والمدير يقول له طيب أنا وش ضمني لو أدفع له؟ ممكن ما يفك الموضوع هذا ويطالب مبلغ زيادة. قال يا رجال هذا كل أسبوع يسرق مننا معلومات، موضوع خطير. يقول أحمد وهو قاعد يتكلم معاه فهد والمدير، يقول بديت أشك في فهد، قلت أقول لا يكون ذا متعاون معاه وقاعد يهرب المعلومات له. يقول لكن ساكت ولا أبغى أتكلم وأقول يعني والله استحالة إنه يصير هذا الشيء. يقول مم قلت المدير ترى ما في شيء تغير عندي، الموضوع هادي وما أدري كيف سحب البيانات وشفر المعلومات اللي عندكم، أنا أبغى أعرف النقطة اللي دخل شلون دخل للشركة. يعني يا جماعة خير أي اختراق في العالم لازم يكون المخترق موجود داخل النطاق أو داخل الشركة، هذا ما هو بداخل النطاق، ما أدري وش قاعد يسوي، موضوع غريب. يقول أحمد والله واطلع من عند المدير، قلت والله ما أقدر، موضوع صعب والموضوع مو مثل ما توقعت، وأنا راح أعطي تحديثات المدير حقي يعلمك بكل شيء بعدين. يقول أطلع من عنده وركب سيارتي وأطلع من المواقف وقف جنب الجهة هذه أو المقر هذا. يقول قعدت أتأمل في المقر بشكل يعني دقيق وكبير مرة، أبغى أشوف يعني في أحد ماد سلك من برا، يعني شوفوا منين وصل التفكير حقي. ممكن في واحد ماد سلك من الشركة مطلع برا ولكن المفروض إنه يطلع معاي في النظام حق الكشف. يا ويلي ذا وش مسوي؟ يقول أحمد إلا أناظر كذا فوق في السطح إلا أشوف في حمام، حمام كثير فوق سطح المبنى هذا. يقول من قوة الخيال وخروج تفكيري حرفيا من الصندوق أو التفكير الواقعي قلت دعابة كذا بيني وبين نفسي، قلت تخيل الحمام هو اللي مهكر المقر هذا، شيء يضحك يعني بس إني أقول تخيل الحمام اجتمع وسرق المعلومات ومشوا. يقول أنا قاعد أقول هذا الشيء جواي. يقول بعدين قلت هيه والله صدق تخيل الحمام هو اللي قاعد يسرق، حمام هكر شلون ما أدري. يقول مو متعديت من عند الشركة ولفيت يمين وبعد اللفة هذه برضو في يمين عشان أمسك الطريق العام. يقول ولاحظ الحمام واجد. يقول صرت أضحك بين نفسي بين مصدق وبين مكذب. طبعا استحالة يا جماعة خير الحمام يهكر المقر، هينا هذه استحالة. يقول مو أطلع وأرجع البيت حقي وأقعد أفكر أقول كيف وصل، بعدين تجيني فكرة الحمامة أقول تخيل الحمام، بعدين أقول يا الله وش ذا التفكير يا أحمد، إيه روق تكفى فوكس خلنا نخلص الموضوع وحله. بعدين قلت أقول لو الحمامة جهاز إلكتروني والله صدق تقدر تخترق الشركة، إيه لا يكون، والله إني لقيتها، والله إني لقيتها، شكل المخترق يستخدم درون وقاعد يخترق الشركة عن طريق الدرون، لا هو بجوا الشركة ولا هو بداخل النطاق ومغيرين كل شيء ويقولون مسوين حماية عالية، فأكيد المخترق عنده عملية اختراق عن طريق الدرون. يقول أحمد نمت قلت بكرة أول ما أصحى على طول بروح للشركة حقتنا وبقول لهم بروح للمقر اللي يقولون إنه مخترق وبكلم المدير حقهم. صدق يا جماعة خير نمت وصحيت وأطلع على طول من البيت لين الشركة حقتي، بعدها توجهت للمقر دخلت على المدير قلت له اسمح هو دائما يهددكم في أي وقت، قال دائما يهددنا في يوم نهاية الأسبوع. قلت بس عندك كاميرات مراقبة تسجل المنطقة اللي برا بالكامل؟ قال لي عندي. قلت طيب أبغى كاميرات المراقبة. قال لي وش دخل النظام ترى داخلي يا أحمد يعني ما في سلك من برا يشبك ويسرق معلومات. قلت له يا أخي تسمعني عطني كاميرات المراقبة المخصصة للمبنى عندك ولا ما هي بعندك؟ قال لي لا موجودة. صدق يا جماعة خير ويفتح الجوال طق 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 ويدق على رجال يقول صدق ويتصل على الشخص المسؤول عن كاميرات المراقبة ويقول له اسمع راح يجيك أحمد أبغاك تعطيه كل تسجيلات المراقبة. يقول أحمد صدق رحت للرجال هذا السلام عليكم جايكم طرف مدير أنا أحمد ورني بالله كاميرات المراقبة عندك، وأنا كنت
يتذكر الوقت اللي اخترق فيه المخترق الشركة هذه وسرق المعلومات منها. يقول له يفتح لي الكاميرات، يقول ها تفضل هذه كاميرات المراقبة. يقول احمد صرت ادور في الوقت اللي صارت فيه جريمة سحب المعلومات، وصدق المقر هذا زي ما تقولون مقر حكومي تابع للدولة. يقول صرت اراقب كل الاماكن اللي حوله والكاميرات مسلطة في كل مكان. قلت له بالله في الوقت الفلاني هذا في الساعة الفلانية هذه ابغاك تعطيني قبل الحدث ب30 دقيقة، يعني اذا كان المخترق مخترق 8:30 ابغاك تعطيني التسجيلات من 8 لين 8:30. قال ابشر. صدق يا جماعة خير طق 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 طق. يقول الا يتم فتح لي الشاشة الكبيرة. قال يلا هذه التسجيلات الخارجية. يقول صدق واصير ابحث عن شخص يا جماعة خير واقف قريب لما الشركة، وحصل سيارة من نوع يا جماعة الخير كامري بيضة واقفة جنب الشركة في ذاك اليوم. مهم يا جماعة خير ينزل من السيارة معاه شنطة ويقطع لين الشارع الثاني، الشارع الثاني تختفي كاميرات المراقبة بالكامل. قلت له راقب لي هذا متى يتحرك، وراقب يا جماعة خير متى يتحرك. إذا جت الساعة 8:23 ركب سيارته ومشى. قلت له اسمع عطني رقم المدير بالله. يقول أحمد واخذ رقم المدير واتصل عليه من جديد. قلت له اسمع عملية الاختراق مو الأخيرة اللي قبل الأخيرة، متى صارت وبالساعة كم؟ قال صارت الساعة 3:00 يوم الثلاثاء اللي فات. قلت له بالله طلع لي الساعة 3:00 يوم الثلاثاء اللي فات، لا تطلع لي 3:00 وبس، طلع لي من 2:30 لين 3:00. يقول صدق ويطلع لي التسجيلات من 2:30 لين 3:00 ولكن في مكان ثاني من عند الشركة، نفس الكامري البيضة هذه توقف عند الشركة ويقطع للشارع الثاني. قلت بس اتوقع اني عرفت الخطة بالكامل وعرفت هذا الشخص وش قاعد يسوي بالضبط. يقول احمد على طول رحت كلمت مدير الشركة. قلت له اسمع ابغاك في اليوم اللي يتصل فيك تجهز الجهات الامنية اللي تقبض على الناس عند مقر شركتك. قال لي وش صار؟ قلت بعلمك كل شيء، ولكن جهز لي الجهات الامنية في ذاك اليوم. يقول احمد صدق المدير اتصل على الجهات الامنية وحدد لهم ايام متوقعة ممكن تصير فيها عملية الاختراق، وصدق مرت الايام في يوم الاثنين بالاسبوع الثاني اللي اتصل علي مدير الشركة قال اسمع جتني رسالة يقول ان بكرة يوم الثلاثاء راح يخترق الشركة. قلت له انا بكرة عندك، كلم الجهات الامنية وما جاك عندي. يقول احمد انا وقفت عند مقر الشركة بس انتظر الكامري البيضة هذه توقف. يقول لحظات الا صدق الكامري البيضة هذه وقفت، ولكن ما وقفت ذا المرة عند الشركة، وقفت يا جماعة الخير ورا الشركة ببعيد، والشارع الثاني ما في مواقف، لا شارع عام وجنبه قطعة ارض فاضية. الا اشوف الرجال نازل معاه الشنطة ويروح عند قطعة الارض الفاضية كذا مرتفعة ويقعد على جنب عند الصبة، شيء غريب مرة. يقول يفك الدرون حقه وحاط جهاز ارسال فوق الدرون، مؤسس لها نفس الجهاز ويشتغل يا جماعة الخير ببطارية ثانية. يقول مو يسوق الدرون يوقفها فوق المقر هذا، اول ما وقفها فوق المقر وشفت جهاز الارسال عرفت اسلوب المخترق بالكامل. على طول يا جماعه الخير اتصلت على المدير قلت شوف الرجال في المكان الفلاني هذا خلهم يلقون عليه القبض. وصدق يا جماعه الخير جت الجهات الامنيه وحاصرته ولقطته، واصلا اول ما شافهم ارتبك يبغى ينحاش. خذته يا جماعه الخير وودته لقسم التحقيقات. رحت انا على طول مباشره لفهد، قلت له فهد عرفت الطريقه اللي استخدمها المخترق بالكامل، بعلمكم اياها الحين. صار المخترق يا جماعه الخير يطير الدرون لين فوق الشركه ويكون فيها جهاز ارسال او نقول جهاز واي فاي، والجهاز الواي فاي هذا يا جماعه الخير يخلي اسمه يا جماعة الخير نفس اسم شبكة مخفية جوا الشركة. سامو وش الشبكة المخفية؟ بعلمكم اياها. شبكة مخفية بعض الشركات لو تلاحظون حتى في الايفون حقك اذا يقول لك تبغى تبحث عن الشبكة حط بحث بالشبكة يدوي، تدخل اسم الشبكة والرقم السري حق الشبكة. المخترق هذا يا جماعة الخير او الهكر مسوي له شبكة وهمية بنفس الاسم وبنفس الرقم السري. طيب وسامو كيف طلع الشبكة المخفية هذه؟ في ادوات تطلع الشبكة المخفية هذه وتعلمك الاسم حقها والباسورد حقها. المخترق سوى الحركة هذه كلها ولعب على الشركة بالكامل. صار يا جماعة خير المدير يستخدم اللابتوب حقه عشان يسجل فيه دخول. بالهكر موقف الآن الدرون فوق المبنى وفوق حرفيا مكتب المدير، يطفي الشبكة اللي موجودة جوا ويشغل شبكته، ويصير المدير يتصل على نفس الشبكة اللي موجودة في الدرون، والهكر برا يتفرج على اليوزر وعلى الباسورد وعلى كل المعلومات اللي قاعدة تطلع. نفس اللحظة هذه هو يسجل دخول ويسرق المعلومات يا جماعة خير ويطلع. هذه الحركة حرفيا حركة بسيطة ولكن كانت ذكية بشكل غير متوقع. يقول أحمد المهم أنجزت المهمة وحليتها بالكامل وتوجهت المدير شركتنا وقلت له السالفة بالكامل وقلت له أني حليتها. قال لي متأكد؟ قلت له أقسم بالله العظيم حليتها، أنه صار كذا 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 كذا. يقول مدير شركتنا انهبل، يقول تدري أنهم راح يعطونا مبلغ نفس المبلغ اللي كان بيعطونا للهكر، لأنه ما كانوا ضمنين الهكر ممكن يرجع يبتزهم من جديد بعدين. قلت له المهم أني حليتها وسويت كل الخطوات هذه وألقوا عليها القبض الجهات الأمنية. المهم يا جماعة
الخير على العمل هذا، كرموني وحطوا اسمي في الجرائد وفي كل الأماكن، إن في موظف في أحد الشركات اللي موجودة هنا باسم أحمد بن فلان الفلاني قدر يحل عملية اختراق المنطقة مخصصة لأحد الدول. يقول المهم انتشر اسمي بين الشركات الثانية، يقول صارت الشركات الثانية تتنافس علي، كل واحد يعطيني مبلغ، كل واحد يعطيني عرض، وصاروا يقدمون لي مبالغ من كل جهة. يقول أحمد بعد ما خلص الموضوع هذا الدولة كرمتني وعطتني جائزة كبيرة مرة ويوصل مبلغها إلى 500,000 دولار أو 600,000 دولار. يقول أحمد جاء الوقت اللي أرجع فيه ألمانيا عند أهلي وحقق لهم كل شيء يتمنونه وبدل حياتهم اللي كانت حياة عادية إلى حياة غنى. وصدق يا جماعة الخير طرت بالطيارة في ذاك اليوم ورحت عند أهلي وقابلت أمي وقابلت أختي سمية وقابلت أخوي قصي. المهم أول ما شافني يا جماعة الخير قصي قال لي أحمد أبغاك شوي، قلت خلني أسلم وأقعد مع أهلي شوي وبجيك. قال أبغاك تكفى موضوع مهم والله العظيم، قلت خلاص بجلس مع أهلي شوي وبجيك. صدق يا جماعة الخير جلست مع أهلي وعطيتهم فلوس وعلمتهم إن ترى حياتنا تغيرت والحمد لله يا يمة، والحمد لله يا يمة تحسن كل شيء. يقول طلعت ورحت القصي إلا حصل قصي برا يناظرني قال لي هيه أحمد والله إنك صرت غني وأنا ما أدري. قلت ليه على الجائزة اللي توني ماخذها؟ قال لا لا أحمد شيء ثاني. قلت له على وش؟ قال لا تسوي نفسك مجنون والله العظيم إذا ما شريت لي سيارة والله لأقول لأمي. قلت يا أبوي تحسب السيارات لعبة عشان أنا أشتري لك؟ قال لي أحمد لا تسوي نفسك مجنون، أنت تعرف كل شيء ولكنك قاعد تسوي نفسك مجنون. قلت له لا والله وش أعرف يا قصي؟ قال بالله ما تعرف. قلت له وش؟ قال وأنا قاعد أبحث في جهازك حصلت عندك محفظة رقمية في أحد المواقع وعندك ما يقارب 40 حبة بيتكوين. 40 حبة بيتكوين هذه ممكن الآن تخلينا من أغنى الناس الموجودين في المنطقة. يقول أحمد قلت له قصي صادق أنت؟ من وين جتني ذا البيتكوين؟ يقول تذكرت شغلي اللي قبل اليوم كان مع أدريان، اليوم كنا يا جماعة خير نساعد الناس في الباسوردات، صدق كان عندي محفظة أنا حاطة في جهازي والحمد لله أني أنا ما رميت الجهاز وصار عندي ما يقارب 40 حبة بيتكوين تجيب لي مبلغ فلكي في ذيك الأيام. يقول أحمد على طول رحت بعت حبات البيتكوين هذه 40 وصدق شريت لأخوي سيارة وحسيت اني في نعمة غريبة لا يعلم بها الا الله وتغيرت حياتي من حياة الى حياة. ولهنا انتهت قصتنا لهذا اليوم. طبعا انا ليه قاعد اقول لكم هذه القصة؟ القصة هذه يا جماعة الخير فيها حكمة عظيمة لأبعد درجة اللي هي عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم فما تدري وين الخير فيه. احمد تغرب يا جماعة الخير من دولته وراح من مكان الى مكان الى مكان الى مكان وعاش حياة قاسية لأبعد درجة ولكن الولد ما استسلم وحرفيا ربي يرزقه. لهنا يا جماعة الخير انتهت قصتنا لهذا اليوم. والله العظيم اني اتمنى اني وفقت في روايتي لهذه القصة. اكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات وممكن اكتشفتوا حكمة انا باقي ما اكتشفتها، اكتبوها لي برضو تحت في الكومنتات واشوفكم في قصة جديدة. سلام عليكم.